ثلاث اربع دقائق لحد ما ايه ما الناس معاك. تبدا تتجمع معانا. تمام، احنا ابتدينا نطلع على الصفحه، عدد المشاهدين صفر، لسه الناس بتتجمع، ربنا يكرم ان شاء الله. 200 صفحه يا دكتور محمد، 200 سلايد، ايه الكرم ده؟ ايه الكرم ده كله يا دكتور؟ والله بص يعني مش هنعرف نعمل كورسات بعد كده يا دكتور محمد. بص هقول لك حاجه. الموضوع ان يعني هو في ميزه، انا يعني انا اقدر اتحكم في ال طيب احنا دلوقتي لايف والناس بدات تيجي اهيت، فربنا ربنا يكرم ان شاء الله. طيب ان شاء الله. الاول الشاب اللي دخلت معانا، السلام عليكم، الصوت واضح؟ برجاء بس يعني الشاب اللي داخلين معانا بتاكيد الصوت واضح، ده الناس دخلت. سلام عليكم دكتور محمد. البروف حسام طهران ودكتوره دينا الصاوي، ده ناس كتير، حبايب كلكم. طيب الصوت واضح يا جماعه؟ الصوت تمام كده واضح. طيب السلام عليكم جميعا. يعني النهارده معانا ضيف غالي وعزيز علينا جدا جدا، بقالي والله سنتين والله 3 سنين بتحايل عليه انه يطلع معانا في محاضره في لايف في اي حاجه، وهو يعني وقت ضيق جدا جدا دكتور محمد. و للي يعرف دكتور محمد عاطف، طبعا دكتور محمد عاطف غني عن التعريف، بس انا يعني تقريبا بسيطه. دكتور محمد عاطف عضو هيئه التدريس في قسم الجراحه في القصر العيني. اتعرفت عليه في برنامج ماجستير زراعه الاسنان في القصر العيني، واللي بعتبره بصراحه واحد من انجح البرامج اللي موجوده لتعليم زراعه الاسنان. اتعرفت عليه في حاجه لطيفه، ان بكلم دكتور كان بياخد مننا منتجات، فبيقول انا هقابل النهارده عاطف بتاع القهوه. يا ابني عاطف ده مش بيدرسك، واقف معاك في عمليه قهوه مين؟ قال لا، هو طول محمد بعد ما بيخلص معانا بينزل يقعد معانا على القهوه. انا عارف ان القهوه وحشتك يا محمد، وان انت نفسك ترجع لها تاني دلوقتي، بس ادينا نقلنا القهوه على اللايف. يعني ان شاء الله الناس تتعلم. من ساعتها بصراحه ابتديت اتشد لدكتور محمد، ابتديت بصراحه اسمع من الطلب عنده، من زمايله، شغله في الجراحه بسم الله ما شاء الله عليه، وجوده مع كل واحد في الفريق بتاعه، ان هو قدر ازاي يبقى عضو فعال جدا في نجاح الماجستير. فنتشرف بيك يا دكتور محمد، يعني يا ريت ما تغيبش عننا كتير. الله يكرمك. والله دكتور احمد يعني تحت امرك، بس هي الميزه اليومين دول ان الواحد بيجمع ورقه، يعني القعده في البيت مخليه الواحد عارف يعني ينظم نفسه من اول وجديد وفكره من اول وجديد. وبصراحه يعني انا بصراحه انت رجعتني، انا بتكلم عن نفسي يعني شخصيا، لحاجه من زمان كان الواحد مفتقدها، فكره انك انت مستني حاجه تتفرج عليها وتشوفها. انا بقالي 3 او 4 ايام يعني تقريبا ما فوتتش اللايف شو من اول محاضره دكتور عمرو الخادم، دكتور شلش، دكتوره سلافه، دكتور قاسم، محاضرات تحفه جميله. حاجه شرف لينا والله طبعا، حاجه بجد يعني بجد يعني انا يعني هتكلم بلدي شويه، تسلم دماغك، الله اكبر الله اكبر عليك. وكنا محتاجين حاجه شرف لينا. يعني احنا كلنا الوقت دوت، يعني على 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 ذكر الوقت دوت، ايه رايك في الازمه اللي احنا فيها ديت؟ بتتعامل معاها ازاي؟ يعني بيتهيألي يعني التعامل مع الأزمة بيختلف من يعني كل واحد ومسؤولياته، كل واحد ويعني ممكن يكون مرحلته السنية. بيتهيألي الناس اللي زي حضرتك وممكن يعني يكون زي حالاتي يعني محتاجين شوية ريفريشمنت، يعني ممكن تكون الفترة دي فترة بنروق فيها بالنا شوية، وبتبتدي تعيد حساباتك، بتبتدي تحاول تستمتع بشوية حاجات الواحد كان مفتقدها. أنا عايز أقول لك أنا بقالي مدة فعلا انا ما قعدتش في بيتي، ده بجد ده حقيقي، يعني بقى لي مده ما شفتش ولادي بجد، ما قربتش منهم بقى لي مده. يعني انت خليتني عملت حاجه انا فرحان انك انت خليتني اعملها، ان انا رجعت تاني بقى لي مده ما بجهزش محاضره، رجعت اجهز محاضره وانا مستمتع ونفسي اقول محاضره حلوه. لا يعني الفتره دي احنا ممكن نبص لها بشكل ايجابي اكتر. الشباب الصغير انا بتهيالي اللي هم يعني الجيل الاصغر مننا ب10 سنين مثلا، معاه فرصه انه يبتدي يدرب نفسه على حاجات فايتاه شويه، يعني يقدر يخش النهارده على ويب سايتس كتير، في اماكن علميه كتير. انا بتكلم للدنتال، يقدر يدخل دلوقتي يعلم نفسه حاجات دلوقتي، يعني الوقت ما يضيعش، الوقت ما يتقضاش نوم، ما يتقضاش تضييع وقت. فانا ده صحيح،
تقالي ان احنا محتاجين نفكر بشكل ايجابي في الفتره دي. الحاجه الثانيه ربنا يكون في عون انا بتكلم بقى بصراحه الرجاله في الفتره دي لسبب لان انا بتكلم لا مش ب... مش يعني انا مش يعني مش يعني بجد انا بتكلم احنا قاعدين في البيت والله يعني مش عارف اقول لك انا مشفق بالذات على الجيل اللي بدا يتحمل مسؤوليه. الشباب اللي لسه متجوز جديد من يعني بتكلم من القريبين مني يعني النهارده هو عليه مسؤوليات وعليه التزامات. انا عايزه يفكر بشكل ايجابي ما تقلقش زي ما انت يعني حضرتك قلت قبل كده فترات الاقتصاد اللي فيها بينزل شويه بيرجع يطلع يعني بينزل بسرعه بيطلع بسرعه فالناس ما تقلقش تكون جاهز بافكار ومرتب دماغك ان اول ما ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله الفتره دي تعدي على خير ترجع خير وبسلام باذن الله يا رب يا رب. طيب ناوي تعمل الفتره اللي جايه يعني انت هتاخد الراحه دي لحد هل في خطه معينه في بلان معين ماشي عليه ولا لسه ما فيش حاجه واضحه لحد دلوقتي معاك؟ انا بالنسبه لي مثلا انا في الفتره اللي احنا فيها دي انا بالنسبه لي يعني في العياده مثلا بتاعتي الخاصه انا شغال يومين في الاسبوع يعني بشتغل ايه الحالات الامرجنسي يعني وهي اوريدي المرضى اللي بيجوا امرجنسي. انا في بروجكت شغال عليه اوريدي انا ومجموعه يعني من الشباب دكاتره السنان. البروجكت ده تقريبا بيجبرني ان كل يوم لازم انزل الصبح واروح اطمن على الناس اللي شغاله وارجع تاني البيت. فحتى لو انا ما وريش حاجه لازم بنزل على الاقل اقعد معاهم يعني الشباب اللي شغالين لازم بنزل اقعد معاهم مجرد حتى بس يعني لازم يعني ما لازم في الفتره دي المسؤول منه ناس كتير لازم يرفع معنوياتهم لازم يتكلم دايما بشكل ايجابي. الفتره دي مش فتره ان الرجاله تتعب او تنخ دي فتره انك انت لازم تكون واخد بالك ان في ناس كتير جدا بتبص حواليك يعني ممكن انت تكون تتكلم بشكل سلبي شويه تنقل المشاعر السلبيه دي للناس. الموضوع كده خالص دلوقتي وتفائلوا خيرا تجدوه يعني ان شاء الله. ما هو ان شاء الله هو الخير هيجي ان شاء الله وهي مساله وقت وزي اي ازمه يعني احنا يعني ياما ده اتعرضت طبول احنا عدينا في ثوره وثوره ثانيه وتغيير عمله وتعويم وبتاع وحاجات كتيره فربنا يكرم ان شاء الله. يعني احلى حاجه المره دي ان العالم كله مشاركنا في اللي بيحصل دوت يعني مفيش حد اصلا حد خلاص مفيش حد عنده ميزه عن حد. طيب دكتور عاطف لو في حد من واعتبرني من تلامذتك يعني او اي حد من الناس اللي موجودين على فكره انت قلت حاجه قلت ان احنا اتقابلنا اول مره في القصر العيني لا انا 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 اتقابلت معاك قبل كده في حد مشترك واحد انا بحبه جدا دكتور احمد البراشي وكنا حضرنا مع بعض كان وركشوب عامله دكتور جين كيم في القصر العيني بالظبط كده وساعتها لفت انتباهي لقيت احمد البراشي بيقول لي الحق ده قاعد ورا دكتور احمد مسعد فبقول له مين دكتور احمد مسعد قال لي لا دكتور احمد مسعد. الحاجات اللي نفسنا كلنا يعني انا شخصيا بحاول يعني اتعلم منك الحكايه دي فكره انك انت فعلا بتحب الحته العلميه دي حاجه جميله جدا 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 وحاجه يعني حاجه فعلا انت يعني حتى برغم ان احنا مش مع بعض لكن برغم من ال يعني التنقل عبر وسائل يعني الاتصال الاجتماعي انما لا انت نقلت لنا طاقه ايجابيه في الفتره دي وحاجه لا ممتازه بصراحه. الله بفضلكم وفضل الناس اللي بتتطوع بوقتها وتدي المحاضره ديت الطاقه دي تنتقل للكل ان شاء الله. احمد الابراشي دخل وبيسلم عليك اهو دخل على طول اهو يا ريت افتكرنا مليون جنيه. طيب دكتور محمد ايه الحاجه اللي انت عملتها زمان وفرقت معاك دلوقتي على المستوى المهني؟ انا بيتهيالي ان انا اول انا 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 من الناس اللي طول فتره الدراسه في الكليه يعني كنت باخد الاجازه اجازه والدراسه دراسه يعني انا وقت الدراسه دراسه وقت الاجازه بنتفسح. حتى انا فاكر اخر سنه في الكليه كل زمايلي كانوا بينزلوا يتدربوا في عيادات انا اخدت الاجازه بتاعتي عادي خالص. وفاكر اول ما نزلنا امتياز دي مستحيل انساها ان اول شهر امتياز انا كنت يعني بحارب في كل اتجاه ان اقف مع مشاهير جراحه الوجه والفكين. انا كنت محظوظ ان كان جاي لي النيابه في القصر العيني
فكنت دايما في عندنا كده كام اسم كده يعني، الدكتور احمد بركات يعني مدرسه كبيره، دكتور جلال بحيري، دكتور علان سعيد، دكتور مع حكم، الاسامي دي كانت بترن في ودنا وكان الواحد بيبقى نفسه يتعلم منها. وهقول لك حاجه، انا يعني قد اكون بشترك فيها مع دكتور محمود شلش، انا كنت من الناس اللي غاوي جدا عايز اشوف مدرسه القوات المسلحه. تمام. مدرسه الجيش فيها فيها ناس بايونيرز كتير جدا، وانا اظن اللي فرق معايا بشكل كبير جدا 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 وان انا نزلت اشتغلت مع دكتور محمد عاصم، كان كبير اطباء الاسنان في القوات المسلحه. صحيح. يعني ده بيتهيالي فرق معايا في حياتي كلها، هو بيعشق الشغل. انا فاكر يعني بنشتغل من الساعة، أنا كنت بنزل معاه في مستشفى الجلاء في عيادة الفي اي بي في القوات المسلحة، وكنت يعني بتكسف من نفسي زي هو بيبقى قادر يقف يشتغل كم الساعات دي وما يتعبش. كنت بتكسف. محمد عاصم علامة، علامة في زراعة الأسنان وفي الجراحة على مستوى مصر كلها بصراحة. يعني أنا بقعد أقول في نفسي، أنا يعني أنا بدعي ربنا وأتمنى إن لما لو كبرت يعني ابقى زيه، يعني ابقى زيه في حته الطاقه دي. احنا بنحب نشتغل، بنحب نشتغل على طول، هو حياته للشغل بصراحه. انا بتهيالي ده الحاجه الاساسيه اللي يعني الرئيسيه اللي فرقت معايا، ويمكن دي كانت السبب في حته يعني ان انا كنت شويه ميال لزراعه الاسنان، لان هو كان بيشتغل زراعه اسنان كتير، فدي الحاجه اللي خلتني شويه ميال لزراعه الاسنان. وهو بصراحه الواحد كان محظوظ في اساتذته. فالقصر العيني بقى طبعا يعني ما اقولش لحضرتك يعني المدارس وانا اخر جيل، انا مشفق يعني على الاجيال دلوقتي، انا اخر جيل لحيت دكتور احمد بركات في عزه ودكتور جلال بحيث ربنا يديله صحه لحد النهارده، كان بقى يعني العتاوله كلهم بقى، وكل يوم مدرسه داخله شغاله، مدرسه دكتور احمد بركات، مدرسه دكتور جلال، مدرسه الدكتوره مع حكم، مدارس كل يوم شغاله وطلعت اجيال كتيره جدا بتهيالي كلها اسامي كبيره النهارده يعني. البركه فيكم يا دكتور محمد، البركه فيكم. تسلم. الله يكرمك. طيب على حس بقى المدارس اللي دخلت والمدارس اللي خرجت، هناخد ايه النهارده؟ عشان في ناس بتسال ايه الموضوع، يعني في حد جاي تقريبا بيسال ايه الموضوع، فالنهارده عاوزين نخش بقى موضوع ايه؟ قاتل. انا المهم انا جيت لما حضرتك جيت كلمتني سالتني تحب تقول تتكلم عن ايه؟ بدون تفكير قلت هتكلم عن الاميديت امبلانتس. ولما شفت من اول امبارح محاضره دكتور شلش، محاضره خطيره خطيره خطيره، انا عايز اقول لك انت قعدتني 24 ساعه يعني اقول ايه. طب اللي اختلف دلوقتي مرعبه، محاضره جميله جدا. طب يا رب اتكلم عن الميديات امبلانت ولا اتكلم عن بقى الاوجمنتيشنز والمعظم الشغل اللي انا بعمله. لكن انا بصراحه لقيت ان شلش لما حب يتكلم عن الميديات امبلانتس، شلش اساسا ماكسيلو فيشال سيرجن في الاساس، يعني شلش مش اورال، هو ماكسيلو فيشال سيرجن. والحقيقه انا برضه نفس الحكايه، ماكسيلو فيشال سيرجن، ودايما طالع عننا سمعه ان احنا دكتور الجراحه بتبهدلوا البابيلا وبتزعلوا بتوع البيريو مننا. بالظبط، ودايما طالع عننا السمعه دي ان احنا يعني مش ميتيكلس في الشغل، مش مالناش في ما بنحافظش على البابيلات. وبالتالي دكتور شلش وضح في المحاضره اللي فاتت ان لا، انت لازم تكون كومبريهنسيف دنتست. لما انت بتقول له احنا اتقابلنا في كورس عبد الرحمن توفيق، مين فينا ما تاثرش بكورسات عبد الرحمن توفيق؟ انا عبد الرحمن توفيق مره هو ما كانش يعرفني، فبقول له انا بشكرك، يعني انا بشكرك، انت اثرت في شغلي. انا عايز اقول لك انا ممكن في المحاضره اوضح للناس قد ايه اهميه الريستوراتيف في الامبلانتولوجي. يعني الحقيقه هو شق رئيسي. فانا الحقيقه قلت لا، احنا نتكلم برضو عن الاميديت امبلانت، نكمل، احاول اكمل جزء من اكمل على الكلام اللي قاله دكتور شلش، بحيث انا بيتهيالي المحاضره بتاعت النهارده مع المحاضرتين اللي فاتوا او ثلاثه اللي فاتوا، بيتهيالي ده يعني زي ميني كورس كده مليان لاي حد حابب يشتغل اميديت امبلانت. احنا مش هنعرف ناكل عيش بقى كده يا طول محمد، مش هنعرف ناكل عيش خالص بعد كده. يعني طبعا عارف حضرتك بتهزر، بس اقول لحضرتك حاجه، يعني انا لو في حاجه هقولها لحد للناس، دايما علم الناس اللي حواليك، دايما علم الناس اللي حواليك حكايه. ده اللي بنعمله، ده اللي بنعمله دلوقتي. ما حصلش ابدا حد فينا اتاثر نهائيا نهائي
بينه علم ناس. ده دايما الموضوع بيكبر ويكبر ويكبر ويكبر، والمفاجاه بقى ان اللي احنا بنفتكر ان احنا بنعلمهم احنا بنتعلم منهم. وانا انا صحيح. انا دايما بصمم ان كل حاله التعليم النهارده، كل حاله مثلا، كل حاجه هتتعرض هتلاقيني لازم هتكلم عن التيم اللي عمل بتاع معايا او التيم اللي اشتغلها، وانا كنت بتشرف ان انا كنت جزء من الشغل. فانا عشان كده حابب ان احنا هنكمل عن نتكلم الكلام عن الايميديت امبلنس، ولو انت حابب احنا جاهزين. انا جاهز، ابعت لي يا باشا شير سكرين وانا مع احتياط. حالا. ايوه المايك معاك يا دكتور محمد. تسلم دكتور احمد. يا منير، يا منير لسه جاي بعت لك السلامه. بعت لك السلام منير. ما اقدرش ابدا اي محاضره، يعني انا دايما اي حاجه احنا بنبقى داخلين نعملها واحنا فرحانين دايما محمد منير اخويا معايا، ما اقدرش ابدا 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 ابقى داخل اعمل محاضره الا وصورته جنبي. يعني هو عنصر اخويا حبيبنا يعني هو لو فاضي ندخله اللايف معانا، والله هو لو فاضي يخش اللايف معانا ادخله والله. ابعت لي على البرايفت يا دكتور منير بعد اذنك عشان تشاركنا اللايف. حبيبي الليكتشر النهارده انا يعني انا حابب اوضح ان معظم الثيوريتيكال كونتنت هيبقى من حاجه من الحاجات اللي قدامكم دي، وكتبها حد من العلماء المشهورين بالامبلانتولوجي وبالتركيبات من الموجودين قدامكم. الكتاب الاولاني اللي انا بفضل برجب يعني بنصح كل الناس انها تقراه، سنجل توس ريبليسمنت لدكتور دينيس تورناو ودكتور ستيفن تشو. الكتاب الثاني كتاب زيرو بون لوس، وده كتاب يعني رائع جدا جدا، بيتكلم عن التريكس في البروسيسز. الحاجتين التانيين اتنين بابليكيشنز جمال جدا، واحده لدكتور جوزيف كان وواحده لدكتور هوارد جلوكمان. الحقيقه هوارد جلوكمان عامل كلاسيفيكيشن سنه 2018 او اخر 2018 بيتكلم فيها عن البوزيشن بتاع الروتس في الالفيولار بروسيس بالذات في الاستيتك زون، و بيكوريليت دوت مع الكلينيكال تيبس والكلينيكال امبلانت بليسمنت نفسه. جوزيف كان مشهور بالسوفت تيشو مانيبيوليشن مع الايميديت امبلانت والسوفت تيشو جرافتنج وحاجات كتيره جدا 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 مع الايميديت امبلانت. فانا بنصح اي حد عايز ثيوريتيكال كونتنت السورسز دي، يعني اي ثينك ان المفروض اللي عايز يشتغل دنتال امبلانت في العموم لازم هيرجع لها. سريعا دكتور جوزيف كان 2018 ليه ريفيو جميل جدا في جورنال بريدنتولوجي 2000، وبريدنتولوجي 2000 ما بينشرش ابحاث الا لما يكون ده حد عالم كبير في مجاله وبيطلب منه ان هو اللي يكتب عن الموضوع. جوزيف كان قال عوامل كتيره جدا بتتحكم في الريزلت والنتيجه بتاعه الايميديت امبلانت، من ضمنها العلاقه ما بين البون والسوفت تيشو، البوزيشن بتاع الروت في الالفيولار ريدج، السيكنس بتاع الليبيال بليت، الجنجيفال ليفل، وده مهم جدا انك تقيمه بانك بتشوف العيان وتعمله بري اوبرتيف بيكتشرز وتشوف الليب لاين بتاعه فين، الجنجيفال بايو تايب، الديزاين بتاع الامبلانتس، السيرفيس تريتمنت بتاع الامبلانتس، البوزيشن بتاع الامبلانت، والكونتور بتاع الابطمنت والتمبرايزيشن. واحده من الكلاسيفيكيشنز الشهيره في التعامل مع الايميديت امبلانتس في الاستاتيك زون. الحقيقه النهارده هتكلم عن الايميديت امبلانتس برضو عموما مش استاتيك زون بس. الكلاسيفيكيشن بتاعت نيكولاس إيليان وترناو وتشو في بابليكيشن لذيذه كده عملوا سيمبل كلاسيفيكيشن علشان يسهلوا على الناس اتخاذ القرار في اذا كان هيشتغل الايميديت امبلانت ولا لا. الكلاسيفيكيشن دي بتحكم على الانتجريتي بتاعت السوفت تيشو الليبيال للروت والسيكتس بتاع البوني تيشو، وقسمها لتايب 1 وتايب 1 دوت المفروض ان الليبيال سوفت تيشو والليبيال بون انتكت. تايب 2 المفروض ان السوفت تيشو فيه انتكت الليفل بتاعه مظبوط لكن الليفل بتاع البون فيه فاشيال ريسيشن. وتايب 3 المفروض ان فيه ريسيشن للسوفت تيشو والبون. تايب 1 انديكيتد انك تشتغل ايميديت امبلانت، تايب 2 في ديبيت عليه، تايب 3 كونتر انديكيتد انك تشتغل فيه ايميديت امبلانت. احنا هدفنا ايه في الايميديت امبلانت؟ احنا هدفنا ان الامبلانت بتاعنا اللي هو فيكتشر اللي هو مسمار من التيتانيوم معمول له سيرفيس تريتمنت يتحط في بوزيشن يسهل ان انا اعمل عليه فيكس التوس. البوزيشن دوت 3 دايمنشنال فيرتيكال وايز
بنحب ان المارجن بتاع بتاع الامبلانت يكون تحت الفري جنجيفال مارجن من 3 ل 4 مللي واحيانا كمان 5 مللي. وانا بفضل اقول من الفري جنجيفال مارجن مش من الادجيسنت سيمنت وانامل جنكشن، لان الادجيسنت سيمنت وانامل جنكشن يعني انترا اوبراتيف مش حاجه سهله انك تعاير عليها، لكن الفري جنجيفال مارجن مهم جدا انك انت تنزل تحت منه من 3 ل 4 وانا بقول احيانا 5 مللي عشان تقدر تحصل على emergence contour مظبوط يحقق لك الاستاتكس اللي نفسك فيها. ده vertical wise. لكن ليبيو palatal wise دايما احنا يهمنا ان الاكسس على السكرو channel بتاعت الامبلنت تكون من palatal direction عشان تقدر تعمل screw retain procedures، تقدر تعالج السوفت تيشو وتعمل modulation للسوفت تيشو post operative. الكلاسيفيكيشن بتاعت هورد جلوكمان الجميلة دي سنة 2018 الكلاسيفيكيشن هو بيقسم فيها كلاسز من 1 ل 5 للبوزيشن بتاع الروت في الـ في الساجيتال فيو او في الراديال فيو او بالنسبه لنا احنا زي ما بنقول في الكروس سيكشن فيو. كلاس 1 ودوت المفروض ان البوزيشن بتاع السنه موجود سنترالي بوزيشن. لو عملت كوريليشن ما بين البوزيشن بتاع الروت وما بين الدايركشن بتاع الدريلينج هو بيقول لك انك انت محتاج، لو احنا واخدين بالنا الخط الازرق دوت بيوضح الاتجاه بتاع الدريل اول ما بتبدا الاستيوتومي، الخط الموف بيوضح بتعدل الدايركشن بتاع ايدك بالاتال لما بتيجي تشتغل. ده بالنسبه لكلاس 1 ودوت بيمثل تقريبا 6% من الحالات. كلاس 2 ده تقريبا 76% من الحالات. بالمناسبه البيبر بتاعت هورد جلوكمان هو عمل عليها التقييم بتاعه، هو صور كوم بيمز العيانين كتيره جدا واخد كروس سيكشن من الكناين للسنترال وعمل ايفالويشن فيها للداتا اللي مطلعها دي. وانا كنت سعيد جدا لما طلع الدسكشن بتاع هورد جلوكمان، هو معتمد في كتير جدا من الريزلتس بتاعته على دكتور هاني النحاس استاذنا في قسم البيريو. كلاس 2 وهو الريتروكلاينتيس وهي متقسمه لكلاس 2A وكلاس 2B 35% 41%. المفروض ان كلاس 2A الليبيال بليت سيك، كلاس 2B الليبيال بليت سين. كلاس 2 اللي هو الغالبيه من الحالات انت لازم الاول بتبدا الاوستيوتومي بتاعتك زي ما احنا شايفين في الصوره هنا على الجنب ان البلو لاين لازم بتبدا في البالاتال كورتيكال بليت بتاع الاوستيوتومي وبعد كده تعدل ايدك ناحيه السنجولوم بتاعت السنه او بالاتال دايركشن اكتر. بصري ودوت اللي هي البروكلاين بيث، وده الحقيقه انت بتدخل في البالاتال كورتكس ومن الاول خالص انت داخل في اتجاه السنجلم من الاول، وده بيمثل تقريبا 10% من الحالات. واخيرا كلاس لا قبل الاخير كلاس 4 ودوت التوس نفسها موجوده اوتسايد البوني انفلوب. الحقيقه دوت بيحتاج منك انك تكون رايح بالاتال اكتر وانت شغال. لو خدنا بالنا كل الاوستيوتوميز بتاعتنا بتبدا في البالاتال كورتيكال بليت باستثناء كلاس 1 اللي بنبدا فيه في البيز بتاع الروت نفسه في الايبكس. تمام مع حضرتك. كلاس 5 المفروض ان هو كونترا انديكيتد تماما انك تشتغل فيه ايميديت امبلانت. الكلاسيفيكيشن اللي فاتت دي بتوضح اهميه انك لازم تعمل كوم بيم سي تي قبل ما تبتدي تشتغل. الكوم بيم سي تي الكروس سيكشنز بالذات انت محتاج تيفالويت فيها حاجات كتيره جدا. محتاج تيفالويت فيها السيكنس بتاع البون، الدايمنشنز، الدايمنشن بتاع الروت، الهايت من السيرفايكال مارجن بتاع السنه للنوز او للبي للبيزل بون نفسه. مهم جدا ان الناس تعمل ايفالويشن للكروس سيكشنز في الكوم بيم قبل ما تشتغل. انا عارف ان في ناس كتير جدا مننا ممكن تكون بتشتغل على بلين فيلمز بريابيكالز او بانوراما، انما الحقيقه الميديت امبلانتس يا جماعه يعني انا بشوف ان هي السهل الممتنع. هي الحقيقه لو انت اتقنتها هي سهله، بتمثل تقريبا ممكن 80 ل 90% من الحالات اللي بنقابلها في الكلينيك اللي عندنا في الكلينيك عندنا، فما تستهونش بيها وهتلاقي الدنيا سهل. الانيشال استيوتومي انا في حاجه بس حابب اوضحها، احنا عندنا هنا ديزاينز مختلفه للدريلز. الدريل الاولاني هنا دوت اللي هو بيطلق عليه لانس دريل، الدريل الثاني اللندمن دريل، وهنا راوند ستون راوند كاربايد روز هيد ودريل اكستندرز. دايما لما بشتغل ايميديت امبلانت دايما واخد بالي ان معايا دريل اكستندر، والدريل اكستندر بتاعي يكون مظبوط ما يكونش الدريل بيعلق فيه. وانا بحب ابدا الاستيوتومي بتاعتي دايما باللانس ديزاين مش باللندمن ديزاين.
اللينكدين ديزاين فيه ديس ادفانتج انه دايما بيحصل له سانك داون، تلاقيه بيتشد معاك في البون وانت شغال. وليه محتاج دريل اكستندر؟ لان كتير جدا انت تلاقي الكونترا بتخبط في الادجيسنت تيث وانت بتظبط الاوستيوتومي بتاعتك الدايركشن بتاعها، فمهم جدا انك تكون بعيد عن السنان وانت بتعمل دريلينج. الدريلز نفسها يعني طبعا عندنا سيرجيكال كيتس كتيره موجوده في الماركت، انا مش هتكلم عن حاجه معينه، انما انا بفضل الدريلز دايما الكوتد، سواء بلاك كوتد او اللي هي الجولد كوتد اللي هي تايتانيوم نيترايد الكود بالظبط انا مش فاكره، انما البلين ستانلس ستيل او هاي سبيد ستيل دريلز مشكلتها انها بيحصل لها داونز بسرعه جدا، وللاسف شركات كبيره جدا 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 موجوده بتوفر لنا الهاي سبيد ستيل وهي بيحصل لها ضل بشكل اسرع. الامبلانت ديزاين كونسيدريشن سريعا، دكتور احمد معايا معاك يا باشا، ايه السرعه الجميله دي؟ سرعه هشتغل الاستاتيك زون، هشتغل ايميديت امبلانت، هشتغل سنجل بيس ولا هشتغل تو بيس امبلانت؟ عارف ان في ناس كتيره جدا في مصر ما بتحبش السنجل بيس، انا من عشاق السنجل بيس امبلانتس وبشوف انها حل جذري لحالات كتيره جدا في مصر. انا حاطط قدام حضراتكم اشهر سنجل بيسز يعني موجوده في الماركت، باي هورايزون، زيمر، شترومن، وال يعني الجاي مؤخرا وحقيقه يعني اكل السوق جامد السنجل بيس الكومبريسيف ديزاين بتاع روت، الحقيقه يعني حلال العقد، انا بقول عليه حلال العقد، وانا عارف ان هي سكولز بس انا بشوف يا جماعه لازم الناس تبقى تريند عليه. انا لو هشتغل في الاستاتيك زون وعايز استاتكس الحقيقه هشتغل تو بيس، ده مش معناه ان سنجل بيس ما ينفعش اعمل عليه ايميديت امبلانت، ينفع اعمل عليه ايميديت امبلانت، ينفع اعمل عليه ايميديت تمبرايزيشن، لكن لو بنتكلم في استاتكس وامرجنس ويعني وعايز كاليبر عالي من الريزلتس، الحقيقه السنجل بيس هنا مش هيبقى التشويس بتاعك. الكيس دي يعني انا يعني كنت بشتغلها مع الدكتوره ريم العراوي ودكتور محمد البحيري، عملنا كمبيوتر جايدد بليسمنت لسنجل بيس كومبريسيف، الريدج زي ما احنا شايفين 5 مللي. الدكتور بحيري مشكورا عمل لنا ديزاين لجايد جميل جدا عشان يجايد البوزيشن بتاع الامبلانت. الدكتوره ريم عملت دريلينج ثرو جايد هو سنجل دريل بس، والكومبريسيف امبلانت الجميل هو انديكيتد انك تستخدمه في ابر لاترال او لوور لاترالز، الامبلانت تعمل له انسرشن وي immediately بتعمل temporization وي finally ال patient happy بالimmediate temporization اللي تم. الحقيقة دوت يعني لو two piece implant مش هتقدر تلاقي implant بdimension قليل تخد تمكنك انك تعمل حاجة زي كده. تسلم ايدك يا محمد، تسلم ايدك يا محمد. satisfying هي تسلم ايد طبعا يعني المجموعة كلها. ال result دي satisfying بالنسبة لل patient، لكن عايز اقول الحقيقة هي بالنسبة لنا دلوقتي على السكيل بتاعنا هي مش satisfying لينا، انما زي ما بقول انا عشان بس اقول الحقيقه ستيل يا جماعه سنجل بيس امبلانتس ات شود بي كونسيدرد في الاستخدام. دي كيسز زمان قوي انا كنت اشتغلتها وهفاجئ الناس، يعني ده سنجل بيس امبلانت شركه توت من تقريبا الكيس دي انا عاملها وانا في نيابتي يعني سنه 2009 تقريبا. ده فور امبلانت سنجل بيس، بيشنت جايب بورسلين بريدج ودهسنس عليه ايميديت امبلانتس، طبعا الواحد ما كانش زي دلوقتي immediate loading by acrylic ridge within week، مش immediate loading by immediate delay، نفس الحكايه single piece implant tooth ده من زمان. وانا حابب اتكلم عن السنجل بيسز برضو او الامبلانتس المصري شركه توت شركات المصري دكتور رفاعي، لان الناس دي يعني حاولت انها تقدم حاجه ولازم نشكرها على ان هي كان عندها انيشيتيف لده. ويا دكتور محمد برضو عاوزين نسمع القصه اللي عندك اللي انت هتقول لنا عليها. عايزين نعرف الانتاج الجديد اللي هيطلع. عيني السنجل ده سنجل بيس، انا كنت بشتغل كتير سنجل بيس بتوت زمان ويعني اي ثينك ان يعني كان احد اسباب الواحد يتعلم. حلو، هل انا النهارده لو جات لي كيس في عيادتي ابر سنترال ابر لاترال ابر بريمولر هشتغلها سنجل بيس في التوقيت الحالي سنجل توس محتاجه ايميديت امبلانت بليسمنت؟ بيني وبينكو لا، الحقيقه ده كان زمان، دلوقتي الحقيقه لا. ببساطه انا اشك ان حتى هيقدر يحصل على emergence profile مظبوط بسنجل بيس امبلانت، لان الامرجنس بروفايل مظبوط عشان تقدر تتحصل عليه في الاستاتيك زون انت محتاج تعمل سكرو ريتين بروسيسز، محتاج تفك وتركب وتفك وتركب وتعمل باي ستيميليشن للسوفت تيشو عشان توصل للشكل اللي انت عايزه. انا بحب الصوره قوي اللي موجوده على اليمين فوق لان دي كان منزلها دكتور البرتو ميزيلي، بيوضح فيها يعني ايه بلاتفورم سويتش،
وفي نفس الوقت انا بحبها والامبريلا كونسبت بتاعه في الديزاين بتاع الامرجنس بروفايل, لان هو بيوضح فيها يعني ايه امرجنس, شكل الامرجنس يعني ده الجزء اللي مستخبي عننا, وده الجزء الرئيسي اللي بيتحكم في البينك اثاتكس, وده الجزء اللي لو اتلعب بيه كويس جدا وانت ما يكونش عندك سكيلز عاليه قوي في الجراحه, انت ممكن توصل لنتائج مبهره جدا وساتسفاينج جدا في الدنتال امبلانتولوجي. طبعا دي حالات سنجل بيس امبلانت, انا بحب استخدم سنجل بيس في فول ارش زي كده, انا بشوف انها حل سحري لحالات زي كده كتير, بيشنتس محتاجين ايميديت لودنج, بيشنت كبار في السن قوي محتاجين يشوفوا حل سريع مش حمل اوجمنتيشنز كتير, وانا ما بكسرش ان اقول دوت لا احنا الكيسز دي انا شايف ان ده حل من الحلول لازم يتحط في الاعتبار جنب الاوجمنتيشنز. internal hex design ولا external hex design؟ الاكسترنال هيكس ديزاين ده الديزاين الرئيسي البروفيسور برونو مارك طلع بيه زمان, انما الحقيقه موست بروبلي احنا معظمنا بنشتغل internal hex, لان الاكسترنال هيكس في الفاتيك زون الحقيقه صعب شويه انك تحصل معاه على النتيجه اللي انت عايزها. تيبرد امبلانت ولا سلندريكال امبلانت؟ اظن دكتور شالش, وانا برضو انا انصح الناس انها تشوف محاضرة الدكتور شالش وعشان تكمل المحاضرة دي بعدين لما تيجي تتفرج في ريبلاي, لان شالش اتكلم عن حاجات كتيرة جدا من اللي احنا هنقولها دي. تيبر ديمبلنت, وانا معظم استخدامي التيبر ديمبلنت, واظن ان اغلبنا دلوقتي بيشتغل بتيبر ديمبلنت, اسهل في الانسيرشن, برايم ستابيليتي اسهل بكتير جدا, فورجيفنج في البليسمنت عن السلندريكال امبلنتس. والاستروماتيك يعني التروما اللي بعد الاوبريشن ومور كونزرفتيف, كل الحاجات دي برضو مهمه في الاعتبار. بالظبط بالظبط بالظبط. الامبلانس تيشو ليفل ولا بون ليفل؟ معظمنا بيشتغل بون ليفل. تيشو ليفل امبلانس لو انا بشتغل عاده عندي بيشنت انا عامل مابنج للسوفت تيشو كويس وعندي ثيك ميكوزا, ساعتها ممكن اقرر اشتغل تيشو ليفل. اي ثينك موجود تيشو ليفل عندنا في مصر في كذا شركه, لكن معظمنا اغلبنا بيفضل البون ليفل. كونكشن, شركات كتيره جدا عملت كونكشنز مختلفه, الترايلوبولر, الكون, الهكس, الترو مورس, الميكسد ما بين مورس وهكس, يعني واتيفر انت بتفضل ايه. يعني الحقيقه انا مش عايز اجي ان فيفر لحاجه ضد حاجه, وانا يعني ممكن افاجئ ناس, انا يعني انا بفضل الهكس ديزاين شويه لانه بيسهل لي التمبريزيشن شويه عن الكون, عن الكون ميكسد مع هيكس شويه في الحالات اللي فيها ايميديت تمبريزيشن, لكن ده مش معناه ان ان الهيك الكون مع الهيكس مش ممتاز, يعني ده واحد من الحاجات برضو جميله جدا والفعاله جدا عشان تقلل المايكرو موفمنت اللي بتحصل في البطن. الويتس بتاع الامبلانت اللي انا احب استخدمه لما اجي اشتغل ايميديت امبلانت, زمان كان الواحد ما يستريحش وما يجيلوش نوم الا لو حط امبلانت بدايمتر كبير, مع الوقت اكتشفنا ان بقينا ميالين اكتر ان احنا نعرف نحط امبلانت بدايمترز اقل. يعني موست بروبلي احنا بنلعب كلنا في المنطقه بتاعه 3.5 ل 4, الدايمترز الكبيره اللي هي سيتويشنز معينه لما بتتزنقلها, لكن كلنا بقينا ميالين اكتر ان احنا لو انا ما هختار ما بين 3.7 مثلا في upper central وما بين مثلا 4.1 حط 3.7. انا اللي يهمني اكتر الاماونت اوف بون اللي سراوندنج الامبلانت مش الدايمتر بتاع الامبلانت. اللينس, والحقيقه ان الايميديت امبلانتس ناس كتيره جدا بستغرب ان الاقي حد مثلا داخل يشتغل ايميديت امبلانت وجاهز بامبلانت لينس 10 مللي او 12 مللي. دكتور احمد معاك يا فندم, سامعني يا باشا؟ تمام كويس جدا. بستغرب جدا ان الناس اللي هي داخله تشتغل ايميديت امبلانت وداخله, يعني كنا بنشوف الموقف ده كتير, تلاقي حد جاي مجهز امبلانت واحد داخل بيه يشتغل, هو انا خلاص عملت التقييم بتاعي. هقول لك الاكبر, هو بيتكلم في وسط العمليه بقى, يعني انا بستني التليفون. لا وما وعاوز الناس الاكبر. المشكله انك بتبقى يعني بتلاقي مثلا لو انت يعني بتبقى موجود مثلا بتسوبرفايز في مكان, بتلاقي يلا يعني حد بيندلك يقول لك طب اتصرف بقى, يلا طب اتصرف ازاي يعني هطوله ازاي؟ ما ينفعش تكون داخل دي, ده في العموم يعني اشك ان حد يكون داخل يعمل اي اوبريشن, ولو انت بتكلم شركه بتوفر لك سيرفيس وبتجيب لك الحاجه دايما اطلب بزياده, ويعني يعني اطلب صحيح. كل الاحتمالات صح. انا في الاميديت امبلانت بالذات ما بحبش الدايمترز الكبيره, لكن بحب اللينس الطويل, انا بحب الامبلانس الطويله.
ببقى مايل ليها جدا، بستغرب جدا ان حد يحط 10 مللي و12 مللي في ابر سنترال، بتبقى بالنسبه لي غريبه شويه. يعني انا ببقى ميال دايما للحاجات ال14 في الاستاتيك زون، لانك انت عايز تجيب ستابيليتي وعايز تانكر جزء كبير من العظم. عارف ان في ستادز كتير قالت ان الاستريسز كلها يا جماعه بتقع على 9 مللي الاولانيين، انما الحقيقه في الاميديت لودنج شويه الظروف مختلفه شويه. انت يهمك انك تكون جايب ستابيليتي كويسه، يهمك انك بتكون انجيجنج في اماونت من العظم كويس. الثريد ديزاين، وهنا يعني حصل ديبيت بيني وبين ناس كتير، انا من عشاق طبعا في مصطلحات كتير اتمنى الناس يعني تشوفها، الثريد بيتش والثريد ليد. الليد لما بتيجي تلف امبلانت 360 درجه كامله، الامبلانت دوت بيتحرك جوه العظم مسافه قد ايه، والبيتش ده المسافه ما بين تو ايدنتيكال بوينتس في الثريدز. انا اللي يهمني الليد ما يهمنيش البيتش. انا من الناس دايما اللي ميال للامبلانتس اللي ليها ليد كبير شويه، يعني اللي هو بنقول عليها اجريسيف ثريدز شويه، لان دي بتجين ستابيليتي اكتر واكبر واسرع. يعني انت النهارده لو عندك امبلانت سنجل ثريدد بليد 1.8 يعني البيتش 1.8، وامبلانت دبل ثريدد مثلا بليد 2 مللي مثلا، يعني البيتش هنا 1 مللي، ال 2 مللي افضل من ال 1.8. الثريدز انا من عشاق الماكرو ثريدز، انا من عشاق الثريدز الاجريسيف. انا بتكلم بيرسونلي عن نفسي. انا عارف طبعا الشركات في الانترنال هيكس ديزاينز ان احنا بنبقى الشركات محكومه بانه يقدر يعمل ثريد كبير على الامبلانت بلاتفورم، لانه هياثر على الانتجريتي بتاعت الديزاين بتاع الامبلانت نفسه، هيضعفه. فبالتالي الشركات يعني بتحاول تعوض دوت بالمايكرو ثريدز، بالسيرفيس تريتمنت، بحاجات بالبلاتفورم سويتشنج. لكن انا دايما whenever it is possible انا ميال دايما للديزاينز اللي فيها ثريدز كبيره شويه، الدبس بتاعها كبير، البيتش بتاعها كبير، السيرفيس تريتمنت. ودايما وانا كنت من الناس اللي عديت على المرحله دي، المرحله بتاعت ان الناس بتقول ما كله بيمسك. يعني المرحله دي ناس كتيره جدا عدت عليها، اللي هي مرحله ما كله بيمسك. الحقيقه لا، كله ما بيمسكش. والحقيقه ان السيرفيس تريتمنت في نو هاو، والقصه انت عندك النهارده الشركات اللي بتوفر ساند بلاستنج، اللي زي زيمر، زي روت، زي باي هورايزن، شركات كتير كبيره جدا. بس الحقيقه اوعى تفتكر ان القصه على قد الساند بلاستنج، لا، في كليننج بروتوكول الحقيقه بيوصل الشركات دي للوضع ده. شترومان والفيمس اس ال اي سيرفيس ونوبل بايو كير بالانودايزد يونيك سيرفيس بتاعها، اللي زيها برضو الكوريان ميجا جين بالانودايزد سيرفيس. انا دايما ميال للكلين سيرفيسز، ودي الحقيقه انت مش هتقدر تعرفها غير من شركه ليها اسم وباع في الماركت، من ريفيوز بتاخدها من زمايلك، من ريفيوز بتاخدها على النت. الا طبعا لو انت قررت انك هتاخد الامبلانت وتروح معهد الجيولوجيا وتعمل سكاننج الكتروميكروسكوب وتصور السيرفيس على الامبلانت دوت، وتعمل له نوع من انواع السبجكتيف ايفالويشن، السيرفيس ده كلين ولا لا. اظن ان معظم الدكاتره مش هتبقى يعني ممكن تعمل ده. نتكلم عن الكلاس 1 Alien Classification. الاول احنا بنعمل اكستراكشن، طبعا بنعمل اتروماتيك اكستراكشن. انا زي ما بقول هعدي سريعا على حاجات كتير. البيريتومز حل من الحلول اللي بتبتدي تعمل بيها يعني مينيمالي انفيزيف ابروتش شويه. انا ما بحبش البيريتومز، انا بالنسبه لي انا ما بحبهاش، لان الحقيقه يعني ما بقدرش ان انا اعمل عليها جريب كويس، يعني معظمها ما بقدرش اعمل عليها جريب كويس. لكن انا من عشاق يعني بالذات برضو في البيريتومز، في ديزاينز كده بتيجي تبس بتركب على هاندلز، انا ما بحبهاش. انا بحب السوليد ديزاين، وفي العموم انا مش من عشاق البيريتومز، لكن انا من محبي اللاكسيتورز. واللاكسيتورز بالنسبه لي اسهل شويه في الهاندلنج، لان ليها هاندل بمسكها بايدي. انا بتكلم طبعا عن نفسي يعني. في معلومه ثانيه على كده، اي جراح متفق معاك في الكلام ده. احنا يعني البريتومز بنستخدمها نعمل فيها حاجه بتاع، بس ما ينفعش ندخلها. الحاجه اللي ناس كتير جدا مش واخده بالها منها ان البريتومز واللاكسيتورز الاثنين مش معمولين فور اليفيشن، الاثنين دول مش اليفيتورز. يعني ده مش اللاكسيتور ده مش هتعمل بيه اليفيشن لتوس، هيتني. هو ببساطه معمول لاكسيال فورس، مش انك انت تدخل بيه بانجل هيتني منك وهتبوظه. فعشان برضو ناس كتير جدا ممكن تكون فاكره كده. في البينكس ديفايس من الديفايسز يعني اللي موجوده على النت، يعني ويعني اكسبنسيف شويه، وما اظنش ان يعني معظمنا يعني بيشتغل بيها.
في تكنيك جميل جدا في الاكستراكشن ودوت دينستر ناو يعني ذكره في الكتاب بتاعه وهو الكات اي سليت تكنيك. هو بيعمل سبليتنج للسنجل روت ليبيو باليتال ببساطه فيشر بين رفيع بيعمل جروف من الباليتال لليبيال سيرفيس وبعد كده بيبتدي يعمل ويدجينج يكسر بيس وبعد كده يطلع البيس الثانيه. بيرسونلي لما انا يعني حاولت اعمل التكنيك دوت بوظت الدنيا خالص والدنيا كانت صعبه جدا فيعني اي دونت ريكومند خالص التكنيك دوت انا بالنسبه لي يعني لان الحقيقه انت بتكسر التين تيبس بتكسر الاثنين فراجمنتس من فوق بيفضل لك ايبكس تقعد تجري وراها بقى يعني لاخر الاوبريشن. ولو ضيعت وقت في حاجه زي كده بقى السوكت بقى سوكت شيلد وخلاص يعني خلي السوكت بالظبط. اخيرا ودي الحاجه اللي كتير جدا منا يعني الحقيقه يعني بتتكلم عنها عادي الاكستراكشن فورسز يا جماعه يعني كلنا نجيب اكستراكشن فورسز كويسه يعني انا عارف طبعا في حاجات كتير بس انا بشوف انك تجيب اكستراكشن فورسز براند 2 3 بايونت ابر انتيريور فورسز مهم جدا انك تجيبه براند ما يكونش باكستاني. انت هتتفاجئ بالجريب وسهوله الاكستراكشن لما تستخدم حاجه يعني زي ما بيقولوا كده الغالي ثمنه فيه. دي من الانسترومنتس اللي انا برجح كل حد بيبدا حياته او بيبدا حياته مش لازم تجيب سيت كامله يا سيدي جيب على الاقل الحاجات اللي تسهل عليك عمليه الاكستراكشن. الاكستراكشن فورسز مهم جدا في الادوات بتاعه الكلين. عملنا اكستراكشن لازم نعمل بروبر ديبرايدمنت للسوكت ببونكيوريت بونكيوريت زي ما انتم شايفين. انا مره فاكر حد البونكيوريت الكبير الملزلز دوت حد جايبه لي اشتغل بيه وانا يعني وانا بعمل ايميديت امبلانت. طبعا تكون واخد بالك وانت بتجيب البونكيوريت ان التيب بتاعته تكون صغيره يعني ما تجيبش بونكيوريت بتيب كبيره انت مش هتوصل للايبكس مش هتقدر تعمل بروبر ريموفال للجرانيوليشن تيشو او اي جرانيولوما موجوده تحت. وستيل برضو اي حاجه فيها شارتنس مهم انك تجيبها بكواليتي ما ينفعش هنا انك تجيب بونكيوريت باكستاني هتقعد تكحت في الوولز بتاعت السوكت والايبكس وفي الاخر انت ما بتعملش حاجه. هنا خطوه يعني خطوه كده بنعملها وبنتكلم عنها. انا كنت بعمل ستادي مع دكتور ساره السندوبي وكنا بنيفاليويت فيها. انا النهارده لو عملت ايميديت امبلانت خلعت السنه بعد ما خلعتها حطيت الامبلانت السوكت من فوق اقفله بايه؟ يعني هل انا النهارده هسيبه كده مفتوح هقفله بحاجه بعد ما احط الامبلانت؟ فساره السندوبي انا عارف ان الخطوه دي جت بدري شويه في الليكتشر كانت دايما بتريكومند يا دكتور محمد عايزين نعمل دي بيسيلاليزيشن للمارجنز عشان لو هنعمل جنجيفال سيل على الكريست فكانت بتحب تعمل الحكايه دي قوي براوند ستون. وانا ليا رايي في الاخر يعني وهقول لكم رايها بس يعني انا ضد شويه الجنجيفال سيل. حطينا البنت الامبلانت بعد ما عملنا الدي بيسيلاليزيشن لو انت ناوي تشتغل تعمل فري جنجيفال سيل الامبلانت طبعا لازم نخلي بالنا انها تبقى هنا باليتال دايركشن. بنحط البون جرافت بتاعنا. البون جرافت بتاعنا بانواعه المشهوره الاوتوجينس الالوجرافت الزينوجرافت الالوبلاست. انت احنا بنفضل ايه؟ هل نسيب السوكت ما نحطش جرافت خالص هل نحط جرافت؟ طبعا انا يعني انا بحاول اكمل شويه على الليكتشر بتاع الدكتور شلش يعني انا ليه راي. انا من عشاق الميكس انا من عشاق ميكس الزينوجرافت مع الاوتوجينس بارتيكلت. انا بحب الميكس جدا. الزينوجرافت ستيبل جدا الاوتوجينس بارتيكلت بيبقى ليه اوسيوجينيك باور. فالحقيقه انا من السكول بتاعه الميكس زينو مع اوتوجينس. طب انت لو ناوي تاخد اوتوجينس هتاخده ازاي هتعمله هارفستنج ازاي؟ يعني خليني بقى اقول حاجه كده من الحاجات اللي الواحد بيستمتع بيها. طبعا دي مش من حالات ايميديت ايمبلانت دي من حالات اوجمنتيشن احنا كنا شغالينها قبل كده. انت عندك سورسز انا دايما من السورسز الرئيسيه ليا لو انا لما بشتغل اوجمنتيشن عموما لما باخد اوتوجينس بون باخد من التشين او من الريترومولار ده المكان الرئيسي اللي انا بحب اشتغل منه. في هنا فوق على اليمين اللي انتم شايفينها دي ايليا كريست. طبعا انا حتى في الامبلانتس جرافتنج بطلت اخد من الايليا كريست عموما. الطريقه طبعا المشهوره جدا انك بتجيب حاجه اسمها تريفاين بير وبتاخد كده كورتيكال رينج بلوك بالتريفاين بير. لكن ده بيستدعي منك بعد كده انك تفرم العظم دوت بمفرمه زي اللي انتم شايفينها تحت على الشمال يعني على شمال انا دي زي ما هي متبهدله من كتر مفرمه عظم او الديزاين الثاني اللي على اليمين تحت دوت. الطرق الثانيه والحقيقه الطرق دي غيرت حياتنا في مصر يعني في الجرافتنج البون سكرابرز والروتري اوتو تشيب ميكر. عمر درويش يعني انا اسمح لي بقى اقول يعني عمر درويش ده استاذنا يا باشا ده شركه لما ميديكال من اكثر الشركات احتراما في السوق وخبره يعني انا عارف ان احنا كلنا يعني فعلا عيله واحده يعني فعشان كده انا بتكلم براحتي. لما جاب لنا الميكر الحقيقه غيرت حياتنا بشكل يا جماعه رهيب يعني غيرت شكل الاوجمنتيشن تماما.
الاوتو تشيب ميكر الحقيقه هي سهله جدا. انت طبعا برضو ستيل انا بقول ما انتش محتاج تعمل ابروتش زي دوت وانت بتشتغل ايميديت امبلنت. انت ممكن تعمل انسيجن صغير جدا. هي ببساطه الاوتو تشيب ميكر طبعا ده فيديو من وسط شغل يعني. هي بتلف وهي لوحدها كده اوتوماتيكي اوتوماتيكي بتطلع العظم من غير اي مشاكل. فيها مميزات كتيره ان هي وهي بتلف هي ما بتعملش انجري للسوفت تيشو. يعني انت ما تخافش انك تعمل انترابمنت للسوفت تيشو وهي بتلف. الاماونت اوف بون اللي بتطلعها الحقيقه رهيبه جدا. الاجمل والاجمل ان هي بتطلع لك كورتيكال تشيبس مفرومه. والكورتيكال تشيبس انا بشوف انها اهم, وفي ناس كتير جدا بتشوف انها اهم لانها بتحتوي على بون مورفوجينيتك بروتينز اكتر من الكانسيلس تشيبس. الصورتين دول مهمين جدا. والصورتين دول يعني انا بحب دايما اوريهم للناس. اللي فوق دي صوره لعظم ميكس اوتوجينس بون فرمنا مع زينوجرافت. الصوره اللي تحت دي عظم هارفستد بال 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 بالاوتو تشيب ميكر او ببون سكرابر واتعمل له ميكسنج مع كذا. اللي تحت دي باوتو تشيب ميكر طبعا واضح جدا فرق الفيابيليتي بتاعت العظم. اللي تحت ده باين عظم حي وعايش. اللي فوق دوت باين جدا من لونه ما تعرفش بقى دوت الميلينج ماشينز نفسها الكراشرز نفسها اللي بنستخدمها هي نفسها بتتكسر هي نفسها بتدوب. هل هو العظم لما بنفرمه احنا يعني بنأثر عليه وعايز اقول ان دوت بيأثر على الجرافتنج نفسه والاوجمنتيشن نفسه. الماتيريالز الثانيه زي الالوجرافتس الزينوجرافتس الالو بلس. واحد زي دينستر ناو هو بيحب يستخدم الالوجرافتس كتير جدا. والحقيقه whenever it is possible رايي انا الشخصي عشان تافويد الكلمتين اللي فاتوا انك تاخد اوتوجينس بون وتعمل له ميكس مع زينو وعايز حتى تاخد حاجه افضل شويه ممكن تستخدم الالوجرافت. وبصراحه برضو والزينوجرافت از اكسبتد يعني وكتير جدا بنستخدمه. فلو انا مش ناوي ان انا ابقى تروماتيك شويه مع البيشنت انا بالنسبه لي انا بتكلم عن نفسي معايا فلوس شويه والبيشنت هيدفع هستخدم الوجرافت يعني اقل شويه زينوجرافت. العين قادر يستحمل اوتوجينس ميكسد مع زينوجرافت لكن نيفر 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 ان انا استخدم اوتوجينس بون لوحده. انا عمري ما بستخدمه لوحده. الو بلس بصراحه انا من الناس اللي ما بشتغلش بالو بلس يعني كتير وتجاربي معاه ما كانتش يعني كويسه. طب محمد انا في سؤال سريع بيقول لك السبيد بتاعت الاوتو شيب ميكر. الاوتو شيب ميكر هي جايه من كونسبت حاجه اسمها بيولوجيكال دريلينج. انت الشركه نفسها بتريكومند من 50 ل 300. بس في حاجه تانية مهمه قوي عايز اقولها على الـ على الـ على الاوتو شيب ميكر. دايما الناس بتجيب الاوتو شيب ميكر وتستخدمها على كونترا 1 تو 1 كونترا اللي بنعمل بيها فينيشنج للكومبوزيت في العيادات. الحقيقه ده ممنوع انك تستخدمها على كده. هي مش هتطلع معاك عظم هي هتقف. فانت الاوتو تشيب ميكر لازم تستخدمها على تورك هاي تورك كونترا انجل كونترا امبلانت يعني. انا بفضل على من 50 ل 300 ومن غير اريجيشن. انا بفضل انها تكون من غير اريجيشن. ممكن مع شويه اريجيشن بسيط تسرع لحد 600 واحيانا كمان 800 وبتطلع عظم كويس جدا جدا جدا. انما هي الشركه بتريكومند من 50 ل 300. ودوت بيفكرنا بحاجه اسمها بيولوجيكال دريلينج ممكن نتكلم عليه يعني شيء بشيء يذكر. البيولوجيكال دريلينج انك تعمل دريلينج للامبلانس اوستيوتومي من غير ما تعمل اريجيشن على سبيد 50 وتقعد كده على هادي. البيولوجيكال دريلينج بيطلع ماونت بون كبيره جدا الناس ممكن تتفاجئ بيها. هو الحقيقه بياخد 3 دقايق زياده عن الدريل العادي مع الاريجيشن. السكسس ريت معاه ممتاز جدا. وانا بريكومند لاي بيجنر يشتغل بيولوجيكال دريلينج اللي هو بيحط دنتال امبلانت لانه بيساعده على انه يحصل على باراليزم جميل جدا. وبيبقى البدايه بتبقى مشجعه جدا لاي حد بيبتدي لان دايما اول حاله بتبقى مهمه. خلينا نتكلم عن الفري جنجيفال سيل. الفري جنجيفال سيل ببساطه انت حطيت الدنتال امبلانت بتاعك عايز تقفل السوكت هتقفله بايه؟ احد الاوبشنز اللي بتتاح هي انك تاخد فري جنجيفال جرافت وتحطها على السوكت من فوق وتخيطه على المارجنز. وده كانت الاستادي اللي كنت انا ودكتوره ساره كنا بنعملها. احنا بنقارن النهارده لو انا حطيت امبلانت والسوكت دوت قفلته بفري جنجيفال سيل هل هيديني نتيجه كويسه ولا اقفل بكولاجين بلاج او بجيل فوم او بحاجه سهله ما تحتاجش ان انا اعمل حاجه تتعب العيان شويه. احنا لو شايفين هنا دي كيس تاني. احنا قافلين هنا بكولاجين بلاج ده مش جيل فوم. يعني الجيل فوم بيبقى بالمناسبه يعني بيبقى جاي من البوركاين بتاع من السكين بتاع البوركاين. انما الكولاجين بلاج بتبقى جايه من البيريكارديوم بتاع البوفاين او احيانا برضو البوركاين. الكولاجين بلاج دي احنا جايبينها من شركه بوتس. والكيس دي لو حضراتكم تابعتوها معايا احنا هنا اهو خلعنا ادي السوكت بعد الديبرايمنت حطينا الدنتال امبلانتس حطينا الجرافت
سوكت قفلنا عليه بجنجيفال سيل وسوكت قفلنا عليه بالكولاجين بلاج. وبالنسبه لي الريزلت في الاثنين سيئه جدا. انا بتكلم عن نفسي حقيقي بالاكسبيرينس اللي شفناه دلوقتي. لا الريزلت دي في احسن من كده بكتير. وانا لو هفكر كذا مره مش هحط الجنجيفال سيل اوبشن من الاوبشنز دلوقتي. في اوبشنز ثانيه اتقالت قبل كده وهنكررها تاني ونتكلم عنها. حاجه كده حابب يعني اقول رايي فيها. الدكتور شلاش قال ان يعني عرض كيس ان احنا ممكن نستخدم البي تي في ميمبرينز. انا البي تي في ميمبرينز بستخدمها يعني احيانا مش قليله في الجرافتنج والاوجمنتيشنز. البي تي في يا جماعه ده تيفلون بوليتيتا فلوريسيلين ميمبرين معمول علشان نعمل بون جايد بون ريجنريشن. في منه الازرق زي الابيض اللي احنا شايفينه فوق دوت اللي هو مشهور قوي بالسيتوبلاست. السيكنس بتاعه 200 مايكرون. 200 مايكرون يعني 2/10 من الميلي. ولو تايتانيوم رينفورس زي اللي احنا شايفينه دوت بيبقى دبل لاير يعني بيبقى 4/10 من الميلي which is very thick. شركه بوتس طلعت واحد في العقد الاخير يعني وهو اسمه بيرمامم. السيكنس بتاعه 80 مايكرون يعني 8/100 من الميلي. البي تي في ميمبرينز انا بستخدمها كتير جدا في الاوجمنتيشن. والحقيقه اي حد بيسالني ايه الجولدن ستاندرد بارير بتستخدمه في الاوجمنتيشن هو البي تي في ميمبرين. والناس دايما بتستغرب لان البي تي في ميمبرين احنا قابلنا معاه مشاكل كتير. انما مش هتشوف شكل عظم يطلع بعد جايد بور جنريشن بحلاوه ولا جمال بارير زي البي تي في ميمبرين. ده اللي هو السيتوبلاست. دي كيس سيتوبلاست فيرسس اللي كنا بنقارن اللي احنا بنستخدم كولاجين ميمبرين عادي. ده بايو جايد والريزلت جميله جدا. احنا بصينا في الاخر هنا البي تي في ميمبرين لما بنيجي نفتح عليه العظم بتشوف يعني منظر حلو جدا على عكس الكولاجين ميمبرين. الكواليتي العظم اللي انت شايفه بانيك بتبقى مختلفه. ده كيس برضو اوجمنتيشن بالبي تي في ميمبرين ناحيه برضو بايو جايد. الناحيه الثانيه بوتس ميمبرين بيرما ميم. الكواليتي بتاعت العظم اللي طالع من تحت البيرما ميم حاجه مختلفه تماما. بس الكلام دوت يا جماعه از جايد بور جنريشن. انما لو هتكلم عن سوكت سيل لا البي تي في ميمبرينز ليها وجه مرعب لا اتمنى لاي حد انه يشوفه. وجه محبط جدا جدا جدا. الواحد عدى عليه كتير واتمخول منه كتير وتعب منه كتير. انا مش ميال ان البي تي في ميمبرينز اكفر بيها برغم ان الشركات بتكليم ان السوفت تيشو ممكن يحصل له كريبنج عليها. انا بشوف العكس. البي تي في ميمبرينز المارجنز بتاعتها اريتيتنج جدا للسوفت تيشو. محتاجه واحد حريف في المانيبيليشن في السوفت تيشو عشان يستخدمها. عشان تستخدمها مع ايميديت امبلانت انت بتحتاج تعمل باوتش عشان تحطها وهتحتاج تشيلها اجلا ام عاجلا. لازم هتشيلها ومش هيحصل عليها سوفت تيشو كريبنج. يعني انا يعني وانا يعني ممكن حد يورينا كيس بس انا بالنسبه لي تجربتي لا مزعجه جدا ومرعبه جدا في استخدامها. فما تستسهلش استخدامها. وهي غاليه برضو مش رخيصه. يعني هي برضو اعتقد لو تستخدم في indicated case augmentation يعني بتهيألي الحلول زي اللي عرضها دكتور شلش وزي الاختراع اللذيذ الجميل. هو طبعا موجود بره قبل كده لكن دكتور عمرو حسني وفره لنا في مصر. يعني وفره لنا الرابر اندكس. بالظبط الرابر اندكس اللي هو اللي اسمه جينجيفال فورمر الاناتوميكال. صحيح صحيح. ايه يا جماعه ده الجمال ده وسهله جدا وهنتكلم عنها تاني وعارف ان اتكلمنا عنها قبل كده. دي كيس ايميديت مولر. الكيس دي الكيس دي اشتغلناها من 4 سنين مع واحد يعني بعشقه دكتور محمود نور. ما اعرفش بقى بيتفرج علينا ولا محمود نور. احنا محمود نور يعني من الناس اللي يعني الواحد فخور انه كان اشرف عليها في وقت من الاوقات او اشتغل معاها. كان دايما يحب دايما الاطلاع ودايما دايما دايما متابع السوشيال ميديا. ولقيته جاي لي في العياده واحنا في العصر يعني فبيقول لي احنا هنعمل ايميديت امبلانت وهنعمل سيل بلاتكس بسيرجيكال سترايل جلوفز. فقلت له يا محمود انت بتقول ايه؟ قال لي مالكش دعوه بس احنا شفناها وهنعملها وبيرفكت وكل حاجه. وجاب لي ستادي ساعتها دكتور هاني نحاس ساعتها كان عارضها في محاضره الناس بتستخدم الرابر دامز في انها تعمل سيل على السوكت. طبعا ده كل ده ايد محمود في الشغل تسلم ايده. عمل الاكستراكشن حط الدنتال امبلانت اوجمنتيشن وقفل بالسترايل سيرجيكال جلوفز. ومفيش طبعا شويه واحتاجنا لازم نشيل الجلوفز. يعني احنا لو شايفين هنا اتشال. طبعا انا حاطط الصوره هنا في الاول بوضح لحضرتك الكونتور بتاع العظم كان بادئ ازاي. صحيح. هنا بعد ما شلنا الاسترايل جلوفز
طبعا انا مش محتاج اقول محمود يعني بيرسيستنت بشكل انه ما بيسيبش عيان عنده الا ويوصله للبرفكشن، والحاله دي عدت على مشاكل كتيره جدا. يعني الامبلانت اللي اتحط هنا قدام دوت كان حصل له فيلير وعمل اوجمنتيشن ورجع عمل له امبلانت تاني، محمود ما بيسيبش حالته، ووصلها في الاخر خالص ريزلت ساتسفاينج جدا. لكن انا عايز اقول واحد من الحلول انه انك انت تحط السيرجيكال لاتكس، ده اختراع، ده اختراع واختراع فاشل ما حدش يستخدمه. انما لو انا النهارده عايز اعمل سيل لسوكت بحاجه وحاجه تكون ايكونوميك وفي نفس الوقت انا دي ده المتاح بالنسبه لي دلوقتي. طبعا انا هتكلم، احنا دكتور شلش عرض السوكت سيل اباطمنت، بتهيألي معظم الناس اللي ممكن تكون بتتفرج علينا وانا هقولها كمان شويه السوكت سيل اباطمنت. طبعا الفيرست تشويس هي السوكت سيل اباطمنت، ولكن فرضا انك انت قلقان تحط السوكت سيل اباطمنت لان البيشنت ممكن يلعب فيها بلسانه دي بايت قوي، قلقان يحصل لود عليها، انت حاطط امبلانت بستابيليتي كويشنبل شويه، انا لو هقفل بجيل فوم، انا بشوف ان هو مور ذان انف في السيتويشنز اللي زي دي. هحط جرافتنج هعمل الجامبنج جاب لازم بزينوغرافت. في تشويس تاني هو اكسبنسيف شويه انما هو تشويس فعال جدا، هو ممبرين اللي هو الكروس لينكد ممبرين، وده موجود في مصر، البايومند ممبرين بتاع شركه زيمر وشركه انكوريدج بتوفره. ده ممبرين الريزوب شريط بتاعه يعني طويل شويه ويصلح جدا انك تعمل بي سي للسوكت من فوق. والستيل برضو هنا الكيس من اولها لاخرها، هنا الكونتور بتاع السوكت، العظم، الجيل فوم، خياطنا فوقيه، هنا الهيلينج كولر، وبيتهيالي ان الريزلت هنا لو قرناه بالحاجات اللي هنشوفها بعد كده برضو مع اللي شفناه لا مش ساتسفايد. امال ايه دايما اللي بميلين ليه؟ ايه دايما اللي مايلين لي لما نيجي نشتغل ميديا تيمبلت؟ اللي مايلين لي دايما ان احنا هنعمل اكستراكشن، زي جايين لنا هنا الكيس دي كان الابر سنترال فيه هوريزونتال فراكشر والابر لاترال دوت برضو نفس القصه كان متدغده خالص. عملنا الاتروماتيك اكستراكشن بفورسبس جميل، عملنا انسيرشن الامبلانت ان ا بوديلي باليتال بوزيشن، عملنا التمبري كراون بتاعنا هاند ميد في الكلينيك. انا النهارده لو انا عايز اعمل تمبري كراون وايميديت لودنج، انا من الناس اللي بحب قوي السيلولويد كراونز. السيلولويد كراونز بتقدر تحصل بيها على تكتشر عالي جدا. لو عندك ساند بلاستر في الكلينيك، الاباطمنت، هل اشتري تمبري اباطمنت ولا لا؟ لو قادر توفرها والبيشنت قادر يدفع اوفرها، مش قادر ايه المشكله لما تشتغل على الستوك اباطمنت او اباطمنت تايتانيوم اباطمنت تعمل لها رفنج، مفيش مشكله. I think ان عمرو برضو من فتره عرض انودايزر، الانودايزرز اي ثينك انها مش غاليه لو انت يعني قلقان قوي على جينجيفال ماسكينج، انت ممكن تعمل انودايزنج لجولد شيب وستيل برضو في التمبريزيشن ما تقلقش قوي من الميتال هيو يعني اللي هيحصل. انا ممكن اشتغل عادي على تايتانيوم وبطنت وعاده بشتغل عليها، محتاج تعمل لها رفنس بستون بساند بلاست، ساند بلاستر بيفضل 110 مايكرون. سيلولويد كرونز عايز اقول يعني ممكن افاجئ انك لو عملت دايركت اتاتشمنت سيلوي كراون على السيرفيس، الحقيقه انه بيمسك وبيمسك كويس جدا، بتحصل بيه على الشيب بتاع الكراون. دايما بنخلي بالنا ان الجزء بتاع الاميرجنس تحت الكونتور بتاعه يبقى يا كونكيف يا ستريت زي ما هنا باين. انا كنت في الاول بحب اكمله بفلوبل كومبوزيت دايركت، بتهيالي بعد الجينج في الفورم اللي متوفره مش هاخد نص دقيقه ان انا اعمله من الاول حتى وبعد كده اكمل عليه بالسيلولويد كراون. سيتويشن مشهور جدا جدا، بيشنت جاي لك، ما ده البيشنت كان عنده ريمينينج روت في الابر سنترال، هو البيشنت يعني بيقول لي انا نفسي اتحكم، هو بيقول لي انا نفسي اتحكم، وطبعا منظر متعب جدا وعايش فتره من الزمن بالشكل المزعج اللي احنا شايفينه دوت، مش ماشي ببارشال دينشر. السيتويشن ده هنشوفه كتير في عيادات. وانا بشوف ان السيتويشن ده يا جماعه انا هفاجئ ناس كتيره جدا، الحقيقه هو مش محتاج هايلي سكيلد دكتور، انا ده رايي انا الشخصي. لو واحد يعني عمل الحاجات البسيطه اللي هنقولها، الحقيقه انا بشوف النهارده انا ممكن افاجئ ناس باللي هقوله دوت، ان ات كود بي ريكويرمنت في سنه من السنين على حد ممكن يكون في طالب في سنه رابعه السيتويشن ده. انا ده رايي، وان السيتويشن صعب. البيشنت طبعا زي ما احنا شايفين هايجين سيء جدا، استلمناه طبعا في الكلينيك، يعني ربنا يكرمه دكتور محمد ضماطي اخويا الصغير، يعني بتعكز عليه، عمل ريموفال الكالكولس كله، طبعا البيشنت جاي عشان ايميديت امبلانت ويمشي. السيتويشن ده انا هتكلم بصراحه، كتير جدا مننا بيبقى السنجل فيزيت الحقيقه دي بتبقى ساتسفاينج جدا للبيشنتس، ومش هقول الكلمه طبعا بتاعت ادخل وزرع في 10 دقائق وخمس دقائق والكلام دوت، انما لا، انت ممكن في يوم فعلا تحل مشكله كبيره جدا وتعمل امباكت سايكولوجيكال قوي جدا على واحد بيقول لك انا بقى لي عمر مش عارف اتحكم. الاتروماتيك اكستراكشن اتعمل،
عملنا دريلينج الامبلانت انسرشن ان بادي بالاتال بوزيشن، وده تمبر كراون سيلولويد كراون، ومتكمل الجزء بتاع الامرجنس بالفلوبل كومبوزيت عادي عاملينه في العياده. وطبعا حته كده عبد الرحمن توفيق جبت بايو كلير ماتريكس، انا اللي حطيتها والله يعني مش حد، ورحت حاطط البايو كلير ماتريكس وبفلوبل كومبوزيت وكملت شكل الانسايز الايدج. مش هنعرف نكلمهم دلوقتي، مش هنعرف نكلمهم يا دكتور محمد. بعشقه والله بصراحه جميل جدا، وحسن من حاجات كتيره جدا جدا على السكيل بتاعنا الناس العاديه يعني، وبيحب يعلم يعني ربنا يديله الصحه يعني. في الاخر البيشنت خارج بريزلت جميله جدا وبيضحك وفرحان، واظن ان دوت باين. في حاجه مهمه جدا، السنه اللي بروترودد تحت دي اللور سنتر اللي تحت البروترودد دوت، طبعا انا مصور قبل ما اعمل حركه مفتريه شويه، في ديبيت هتعمل سيننج للكراون كل شويه هيتكسر. البيشنت يقدر يستحمل معاك في بعض الاحيان، وللاسف انا مضطر اقول اللفظ العلمي اللي الناس بتطلقه عليه، هو ممكن الناس تكون ضده ممكن الناس تكون معه، لكن انا احيان كتير جدا في سيتويشن زي ده بعمله ان بحتاج ان انا اعمل بيفل للانسايز الانجل شويه للور سنتر. انا بحب يعني انا بقول الحقيقه، ما بحبش ان انا اجامل الكلام يعني وان انا يعني اضحك عليك ولا انا، لان اللور سنترال دوت ده ممكن يطير لك الامبلانت كله. وريها لكم في حاله بعد كده، دي كيس تانية. وكيس دي كيس تانية ابر بريمولر، اي حد بيجنر انا بريكومند هيشتغل ايميديت امبلانت ابدا بابر بريمولر، سهل جدا وفورجيفن جدا 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 للميستيكس بتاعه الانجيوليشن. الاتروماتيك اكستراكشن طبعا انا حاطط قدامكم هنا يعني حاجه يعني حاجه شبه البريوتوم، انما طبعا انا حاطه عشان اصور يعني، ده بوزر اليفيتور. في الاخر خلعت بفورسبس كويس يعني عشان بس اجيب الاخر. دريلينج ان باليتال بوزيشن، الامبلانت انسرتد في بوزيشن فيفربل ان بادي للباليتال بوزيشن، وده مهمه جدا جدا جدا. الاباطمنت ركبناها العاديه خالص، تايتانيوم اباطمنت، سيلولويد كراون جميل واتملى فلوبل كومبوزيت، وبيدي تكتشر جميل جدا 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 للفينش بتاع الكومبوزيت. والامرجنس طبعا بنقفله بالكومبوزيت. دايما وانا اي دونت اندر استيميت جزء الريستوراتيف في الامبلانتولوجي، دايما يقول لك الامبلانتولوجي لازم تبقى شاطر في البيريو وشاطر في الجراحه وشاطر في البروسيجز، وانا باكد على الكل، لو عايز تحصل على ريزلتس ساتيسفاينج جدا 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 ليك وللمرضى بتوعك، لا انت لازم يكون عندك سكيلز في الكومبوزيت بيلد اب، سكيلز في الفينيشنج والبوليشنج. يعني انا كنت بجري ورا دكتور عمرو خادم في الكليه علشان يعلمني ازاي اعمل فينيشنج وبوليشنج، واقعد اتفرج عليه لحد ما اشوفه ازاي بيعمل فينيشنج وبوليشنج للكومبوزيت عشان يوصل لتكتشر مقبول جدا جدا جدا. انا هنا هنا الكيس في الاخر طبعا اوت فوكلوجن البريمولر. الاول حطيت البريابيكال اكس راي دي من عندي في الكلينيك عشان ابين يعني ان انا متاكد ان الاباطمنت سيتد، وبعد كده انا حسيت ان انا هنصب على الناس وقلت معرض الاكس راي الحقيقيه ان الامبلانت بتاعي بنتريتنج بالابيكس بنتريتنج للساينس فلور. ديبيت من هنا للسنه الجايه لو انا عملت بنتريشن للساينس فلور بالابيكس بتاعه الامبلانت. ايه يا دكتور محمد انت حاطط امبلانت كبير قوي ما انتش محتاج اللينس دوت. انا زي ما بقول انا ضد الدايمتر الكبير، لكن انا مع اللي عايز يشتغل immediate implant immediate loading. لا انت طول. محتاج لينس، انت الامبلانت محتاج لينس، ما لازم يكون عندك لينس. النهارده البنتريشن دوت هل محتاج ان انا اجيب اوستيوتوم وادق دقيقتين؟ بيني وبينكم ان برايفت براكتس الحكايه دي لمرضى كتير جدا مش مقبوله، مش مقبوله. انا شخصيا هقول بصراحه دنسابير الريزلتس بتاعتنا معاها جميله جدا في الموضوع دوت، جميله جدا جدا. ومش هضحك عليك يعني النهارده لو ملي حصل له بنتريشن جوه الساينس ات از نوت ذات بيج ديل، واي داوت ان حد قابل كومبليكيشن من حاجه زي كده يعني. انا ليه بقول دوت؟ كتير جدا 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 ناس بتعمل درينج للاستوتومي في المجزلة ويقول لك انا الامبلانت بتاعي كان بينزل معايا الانسرشن جميل جدا جدا، وفجاه الامبلانت لف حوالين نفسه. هو ببساطه الابيكس بتاعت الامبلانت بتصد في الكورتيكال في الرخام اللي موجود الفلور بتاع الساينس. انت محتاج لازم تعمل بريبريشن فيه، لو انت شاطر وحاسب اللينس بتاعك مظبوط اعمل لازم تانجيج فيه، لازم الابيكس تانجيج. انا من المدرسه دي. هل التمبرايزيشن كله لازم يكون بسيلولويد كراونز؟ الحقيقه لا، في حل تاني. الكيس هنا في ميل عندها انامل زي ما احنا شايفين ديسكالريشن وستينز وحاجات الجميله دي كلها، جايه بوريزونتال فراكشر زي ما احنا شايفين.
الكيس دي اشتغلتها مع واحد حبيبنا لو انت دكتور محمد الحديدي ودكتور النشمي اشتغلناها مع بعض. حديدي ده سوق جماهير حديدي والله. طبعا حديدي طبعا يعني حاطين البريتوم الجميل اكيد طبعا الناس كلها عارفه ان انا بحط البريتومز يعني في الاول. انا بيني وبينكم بعشق اللاكتيتورز، انا ما بحبش البريتومز. عملنا الاتروماتيك اكستراكشن، عملنا دريلينج للامبلنتس، حطينا الجرافت بتاعنا. وهنا حاجه يعني عمليه جدا وربنا يديله الصحه دكتور احمد رشدي عندنا في قسم الجراحه هو اللي قالها لنا زمان، اوعى ترمي السنه اللي بتخلعها، انت ممكن تستخدمها از تمبري كراون. من هنا للسنه الجايه لو انا حاولت ان انا اعمل تمبري كراون يرضي العيان عمري ما هقدر اعمل تمبري كراون شكله ناتشرال زي الناتشرال توز بتاعه البيشنت. وده اللي احنا عملناه، استخدمنا السنين نفسها از تمبري كراون. انت بتفرغها وبعد كده بتملاها، بتملى حواليها بكومبوزيت وتقفل حواليها بكومبوزيت وتستخدمها هي نفسها از تمبري كراون. ودي حاجه برضه مش صعبه. هنا المنظر بعد 6 شهور، يعني طبعا في كاميرتين مختلفتين يعني عشان بس الناس ما تضايقش. هنا المنظر البابيلا بريزيرفد، انت هنا ده وقت الاوبريشن، ده وقت الاوبريشن اللي فوق دوت. وهنا بعد 6 شهور الامرجنس متحافظ عليه. لو ركزنا شويه في الامرجنس هنلاقي البوب كورن افكت بتاع الزينوغرافت ماتيريال، البابيلا متحافظ عليها بالناتشرال توث. طبعا حديدي يعني احنا يعني عنده اللاب بتاعه فحب يعمل كاستمايزد كراونز وعملنا الفاينل كراونز للبيشنت. وانا لو رجع بيا الحال بصراحه هرجع للتمبر كراونز تاني يعني للبيشنت طبعا نفسه. وممكن اسيبها فتره طويله جدا لحد ما هي تشتكي، يعني اقول لك بصراحه يعني لما تشتكي ممكن ابقى اشيلها لان كان شكلها ناتشرال جدا. واظن ان حاجه يعني صعبه قوي محتاجه تكنيشن على درجه عاليه قوي عشان يوصل للشكل ده بالظبط. صحيح. الجينجيبل بايوتايب مهم جدا وبيأثر على الريزلتس علشان ما نوصلش المنظر زي اللي احنا شايفينه تحت دوت. وزي ما دكتور شالش قال جمله كده امبارح، قال يا جماعه احنا مش آلهة، احنا مش هنعمل معجزات. ما تجيليش بكيس زي اللي باينه تحت دي وتقول لي غطيها يلا بحته فري جينجيبل جرافت. حاجه صعبه جدا. في سكولز يعني سكولز بيريو شويه بتفضل انك انت ممكن تعمل ايميديت امبلنت والسيمالتينيس كونكتيف تيشو جرافت. احنا ببساطه هنا ريميننج روت ابر سنترال، عملنا الاكستراكشن اتروماتيك اكستراكشن، عملنا انسيرشن للدنتال امبلانت. التمبر كراون الجميل اللي عملناه بكونتور يكون كونكيف او ستريت. شايفين هنا الصوره اللي على اليمين تحت دي، دي اوفثالمولوجي بليد، ده بليد، دي بليد بتاعت اوفثالمولوجي. البليدز اللي عاده بنستخدمها في حاجه زي كده عشان نعمل حته باوتش نسحب فيها الكونكتيف تيشو جرافت هي مايكرو بليدز. الحقيقه اكسبنسيف شويه وهي جميله جدا، هي بتساعد على ان هي بندبل وعمليه جدا جدا جدا. انما انا بالنسبه لي انا بستعمل الاوفثالمولوجي بليد افيلبل جدا في مصر وبنشتري الواحد ب 80 جنيه تقريبا. واظن معظمنا اللي عايز يحل يعني مشاكله بيستخدمها. انا بحب الفري جينجيفال جرافت، احب اعمل تمبلت قبل ما اعملها هارفستنج، ما باخدهاش ابدا ابدا دايركت، دايما بعمل تمبلت وانا بسحبها ابقى عارف انا هاخد قد ايه بالظبط. بقى اوتلاين الكاتس بتاعتي الاربعه وبعمل كده حركه يعني اتعلمتها من حد من الطلاب اللي معانا دكتور احمد يسري. لقيته مره واحنا شغالين قال لي يا دكتور محمد هو احنا ليه بنقطع الفري جينجيفال جرافت بره وبتدي نعملها دي بسيلايزيشن بره، ما تقطع الثلاثه ارمز وسيبها سسبندد واخده بلاد سبلاي وما تقطعهاش غير علشان تاخدها تعمل بيها الاوجمنتيشن بتاعك سواء از فري جينجيفال جرافت او هتعمل بيها كونكتيف تيشو. وبيني وبينك يا دكتور مسعد يعني الموضوع ده فرق في الريزلتس بشكل رهيب. احنا كنا زمان نجيب الكونكتيف تيشو جرافت وعشان نصورها زي ما انت شايف في النص كده نقعد نشعلقها في الهواء خمس دقائق بتطير وممكن تقع منك الشاش معقم ولا مش معقم، اعمل دي بسيلايزيشن. وده اللي خلانا قلنا طب احنا عايزين نعمل ديبسيلايزيشن للحالات نعمله ازاي. بقينا بعد كده كلنا بنستخدم ستونز ونعمل ديبسيلايزيشن انترا يعني انترا اورم هارفستنج وخلصت. ده اسهل بكتير قوي. صح ممكن بويل، ممكن بلارج راوند ستون كبيره. اللارج راوند ستون انا بحبها جدا، سهله جدا، ما بتعملش سيننج قوي ليها والكنترول عليها اسهل من الويل يعني، ده رايي يعني. اخيرا الدونر سايت ممكن بقى تقفل عليه بستنت، تقفل عليه بجوز، تقفل عليه بجيل فوم او كولاجين سبستيتيوت بباك. لو انت سيرجن يعني زي حالتنا ممكن تسيب العين يمشي يروح كده بس بعد ما تحرق الجريدر بلاتين خالص. بالمناسبه
الفري جينجيفال جرافت يعني برضو معلومه يعني، برغم ان هي انا بشوف انها عمليه سيمبل جدا يعني وحاجه سهله جدا، وانما من العمليات اللي ممكن تفضحك في البرايفت براكتس، تفضحك ده حقيقي. الفري جينجيفال جرافت لو انت ماشي البيشنت وبيحصل اوزنج بسيط جدا، انت ممكن تلاقي البيشنت ده جايبك على الطوارئ، حصلت فينا يعني كده على طوارئ القصر العيني بالليل، وده بينزف من كل حته في بقه. نيفر انك تسمح العيان واخد له فري جينجيفال جرافت يروح غير وانت مطمن انه قاعد معاك في الكلينيك على الاقل ساعه، وان مفيش اوزنج مفيش اي حاجه بتبليد. وقبل ما تمشي لازم تطمن على الحكايه دي. طبعا في ناس بتوقف البليدنج بسوتشر، وفي ناس بتوقف بالكترو سيرجري او بدايسيرمي او احيانا بجهاز ليب ممكن بالليزر، انما انا بشوف ان الدايسيرمي يعني من الاجهزه اللي ناوي يشتغل فري جينجيفال جرافت، ما انصحش انك تشتغل فري جينجيفال جرافت غير وانت جنبك الدايسيرمي. هو مش غالي يا سينك، ب 7000 جنيه يعني رخيص. طبعا هنسحب الكونكتيف تيشو جرافت في مكانها ازاي؟ في السوفت تيشو بلاير او فورسيس، بعدي السوتشر بتاعتي بيوند الميكو جينجيفال جانكشن من فوق هنا، وببتدي اخد ماتريس سوتشر في البيس بتاعتي فري جينجيفال جرافت. وانا بقى ليا تو تريكس بعد كده بعملهم بس انا مش مصورهم. بجيب حاجه كونكيف زي بونكيوريت وبعلق بيها، بعد ما كنت عملت الباوتش بعلق بيها الفري جينجيفال مارجن، حاجه تسهل ان الجرافت تتزحلق في السالكس تحت، وبكون ماسك الجرافت بسوتشر تانية من تحت عشان اتحكم في البوزيشن بتاعها في الفيرتيكال اكسس، وبعد كده بماتريس سوتشر فوق. وهنا الكيس البابيلا دي يعني اتفتحت مننا شويه، خدنا فيها غرزة زي ما احنا شايفين. في طريقة تانية الحقيقة يعني، ودي انا اتعلمتها من حد من الطلاب عندنا الدكتور ماجد الحكيم الحقيقة، يعني قال لي يا دكتور احنا ليه نسحبها كده، طب ما تيجي نشعلقها في الابطمنت في البلاتفورم، فتبقى ممسوكة كريستالي على البلاتفورم بتاع الابطمنت، وده بيزود السيكنس السوفت تيشو سيل حوالين البلاتفورم بتاع الامبلنت، وبينهانس الكواليتي حوالين السوفت تيشو حوالين الامبلنت بشكل كبير جدا. ومن فوق امسكها بالماتريس سوتشر بتاعتك عادي. وانا بشوف الحكايه دي يعني عمليه جدا جدا جدا. ده انت ممكن انت بتشوف حد زي البرتو ميزيلي كل حالاته لازم ياخد حته فري جينجيفال جرافت صغيره من التيبوروزيتي ويحطها في قبل ما يعمل الانسرشن للكراون. الحكايه دي بتحسن الكواليتي جدا جدا جدا. الريزلت بتاعت السوفت تيشو الحقيقه كان زمان الناس بتوع البيريو الحريفه يقول لك اديني اي حاجه ونحلها لك بالسوفت تيشو، انا كنت بتريق عليهم بصراحه، انما هم معاهم حق. يعني السوفت تيشو انت ممكن تعالج بيه فعلا مشاكل كتيره جدا جدا جدا، بس الحقيقه مش معجزات. والسوفت تيشو يا جماعه يعني فعلا لا يعني بيحل مشاكل كتيره جدا جدا. هو السؤال هنا، هل اعمل الحكايه دي از نورمال مانوفر مع الايميديت امبلانت بليسمنت دايما ولا لا؟ انا يعني تشرفت بان انا كانت استادي عملتها مع دكتور محمد حبيب والرائع دكتور عمرو الخادم، وكنا بنقارن ما بين لو انا عملت ايميديت امبلانت وايميديت تمبرايزيشن مع سوفت تيشو والعكس، هل ده هيحسن البينك اثاتيك سكور ولا لا؟ الحقيقه هو حسن البينك اثاتيك سكور جدا جدا جدا، انما الحقيقه هو كان ليه الترد رياكشن على السوفت على البوني كومبوننت، بالرغم ان احنا المفروض ان احنا بنكليم ان احنا رافعين بارشال سيكنس في الباوتش اللي احنا بنعمله. والحقيقه السوفت تيشو فور جيفنج جدا يعني. هنا دي الكيس وقت الكونكتيف تيشو جرافت، هنا المنظر بعد فتره وشويه حفلاته في الكومبوزيت، الحقيقه جميله جدا وبتحسن كواليتي السوفت تيشو جدا. انا شخصيا بصراحه لو عندي ثيك بايوتايب مش هعملها از نورمال ايشو، وما فضلتش انها تتعمل سيمالتينيس مع الايميديت امبلانت، انا ممكن افضل انها تتعمل لو احتجت لها بعدين. السوكت شيل تكنيك وده واحد من التكنيكس اللي عليها ديبيت، وانا ومعظمنا معظم السيرجنز يعني في بدايه التكنيك دوت لما ظهر 2010 مع بروفيسور هارزلر كلنا كنا ضده، وكلنا كنا وانا من الناس اللي كنت ضده جدا. وانا فاكر ان كان في مره يعني حد من الطلاب دكتور هيثم موجود في الكلينيك عندنا وكان عايز يشتغل حاله سوكت شيل، وانا الكلام ده كان في بدايات الماجستير، وانا قعدت ازعق فيه وقلت له لا ما فيش سوكت شيل ده هنشتغله وبتاع، يا عم ده اي كلام وكلام من ده. بغض النظر ان احنا ما طبقناش التكنيك مظبوط وقتها، انما الحقيقه لما جينا بعد كده بقينا نشتغل سوكت شيل فولوينج التكنيك زي ما الناس وصفته، وبدانا نركز شويه وننفذه. انا هوريك حاجات بعد كده، انا اتفاجئت من التكنيك الحقيقه، التكنيك الريزلتس بتاعته يعني السير بتاعته الحقيقه انا شايف انها حقيقيه. الفكره ببساطه انك انت بتمنتين البريدونتال ليجمنتس اللي ماسكه ما بين الليبيال بون بليت وما بين الليبيال بارت بتاع الروت، وان دي اللي بتدي البلاد سبلاي للباندل بون اللي هو تقريبا هو معظم السيكنس بتاع الليبيال بليت، اللي
انا فاكر في وقت من الاوقات كان بيقول لك ممنوع تشتغل ايميديت امبلانت لو الليبر بليت سيكنس بتاعها اقل من 2 ملي او 1.5 ملي. صحيح، انت كده حليت المشكله دي في استدي من اجمل الاستاديز اللي موجوده على النت، واللي هوارد جلوكمان في 2018 بنى على الريزلتس بتاعته وحاجات كتيره جدا. قال لك يا جماعه انتوا اكتر من 80-90% من المصريين السيكنس بتاع الليبر بليت اقل من 1 ملي اساسا. صح، فدي حقيقه. احنا لما جينا السوكت شيلد ببساطه انت الروت بتاعك موجود بتقسمه جزئين، جزء باليتال وجزء ليبيال. بتشيل الجزء الباليتال بتحط الامبلانت بتاعك زي ما احنا شايفين ان هو تحت ان باليتال بوزيشن، بتعمل الكراون بتاعك لازم الكونتور هنا يكون اس شيب عشان ما يحملش على الشيلد بتاعك، وادي التمبر كراون بتاعك ايميديتلي. السوكت شيلد ليه كيتس كتيره بتتباع، انا مش عارف سعر ايه بصراحه، بس انا كان اخر مره سالت كانت ب 10 او 11000 تقريبا. مظبوط ولا انا كل المصريين حلوا كل حاجه يا باشا، عندنا اتحلت دلوقتي الحاجات. طب قول لي انتوا اتصرفتوا ازاي، انتوا في الاصل ايه بتعملوا؟ طريقه يعني صورناها انا يعني انا والجروب بتاع السوكت شيلد، عندنا دكتور احمد عبد الرحمن ودكتوره بوسي ودكتوره ودكتور ارساني. احنا انا عايز اقول لك يعني انا بشوفهم هم بيشتغلوا، انا عايز اقول لك الناس دي بتشتغل السوكت شيلد لدرجه يعني انا مصدقني يعني، برغم يعني المفروض يعني ان انا السوبرفايزر اللي بعلم، انا بدخل اتفرج عليهم دلوقتي هم بيشتغلوا، انا بتفاجئ جدا بصراحه من سرعه التكنيك في ايديهم. وانا بكلمك في ناس بيجينرز، ناس كانت بتبدا. تكنيك لو انت مسترته الحقيقه هو التكنيك دوبل. انا مش مع التشيلد، انما الحقيقه انا هعرض بامانه اللي انا شفته فيه لما وقفت مع نفسي وقفه حقيقيه فيه. احنا بقينا نعمل ايه؟ بقينا نجيب روتري فايلز، بقينا نجيب ست روتري فايلز تكون جديده كده يعني يعني محترمه نفسها على الكومبين، بنقيس طول الروت وبنروح داخلين عاملين ستوبر على الروتري فايل ونوسع الكنال لاوسع حاجه. يعني دي اول خطوه بنعملها. جميل. بعد كده يعني دوما دنت ما اعرفش بقى الناس انا اعذرني بقى عندهم براحتك ده فعلا الناس كلها لونج شانك هاي سبيد ستون. تمام. لونج شانك سبيد ستون بندخل جايدد بالتشانل اللي عملناها بالروتري فايلز، وبنوسع كويس قوي الكنال بتاعتنا ونبتدي نتحرك ان ميزيو ديستال دايركشن. انا زمان كنت بعمل ايه؟ كنت بجيب الفاين ستونز بتاعت اللي الشباب بيشتغلوا بيها الاندر جراديويت، بيعملوا بيها بريباريشن اللي هي اللو سبيد، وكنت بركبها على الدريل اكستندر بتاع السيرجيكال كيتس بتاعت الدنتال امبلانتس، وكنت دايما وانا داخل الاوبريشن ببقى جايب جنب مني كده 3 4 فاين ستون، واقعد بقى ايه عشان هي رفيعه خالص بقدر اتحكم في الشيب وشكل الليبيال شيب. انما صراحه اللونج شانك ستون دي حلت لنا الدنيا وهي مش اكسبنسيف. بس عملنا الميديو ديستال كات بتاعنا. دايما بعمل ويدجنج من الباليتال دايركشن، وغلطه يعني كنت بعملها في الاول ان انا كنت ادخل اعمل ويدجنج في الجروف هنا من النص، ما بقتش اعمل كده ابدا. الويدجنج من الباليتال دايركشن وبصباعي دايما ببقى عامل بروبنج، بحاول احس في حركه في الليبيال شيلد ولا لا. وانس ان انا عملت الويدجنج شلت الباليتال بيس، زي ما احنا شايفين يعني الكيسز يعني كل اللي انت شايفه دوت، انا طبعا كنت شايفه الاول ده مش بايدي انا، ده بايد ناس بوست جراديويت بيبداوا يشتغلوا تكنيك لاول مره. الحقيقه انا شايف ان هو بريدكتبل، يعني الطريقه بريدكتبل جدا. بجيب راوند ستون ببتدي انزل الليفل بتاع الشيل، لان في ديبيت على الحكايه دي، الليفل بتاع الشيل ده اسيبه على مستوى العظم ولا فوق العظم بملي ولا تحت العظم. انك تنزله تحت العظم لا، فوق العظم بملي بيحصل المشكله الشهيره ان بيحصل اكسبوجر للشيلد، بقينا دايما بنحاول ان احنا نخليه بمستوى العظم. في ريتراكتور كان بيتباع هوارد جلوكمان حتى انت في الاستاديز بتاعته كان بيعرضه ان بيعمل ريتراكشن للليبيال جم، لما جينا استخدمناه في مره مع فاكر الدكتور محمد عاطف واحد من المدرسين المساعدين الحريفة قوي 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 عندنا في قسم البيريو في القصر العيني، وهو رسالته سوكت شيل وكان بيستخدمه، الحقيقة لقيت ان المانيبيليشن بتاع الريتراكتور صعب شوي. فانا الحقيقة بلايندلي بلارج راوند ستون ما عنديش اي مشاكل نهائي خالص خالص خالص، بنزل بالليفل بتاع الشيلد يكون في مستوى العظم، حط الدنتال امبلانت بتاعي زي ما احنا شايفين، بحاول دايما الدنتال امبلانت بتاعي يفضل في المكان بتاعه بلاتل، بحاول دايما الدنتال امبلانت بتاعي اسيب جاب ما بيني وما بين الشيل، ودايما بحاول ان انا احس ان الامبلانت ما يكونش هو بينزل ما يحملش على الشيلد نفسه عشان ما يعملش فراكشر في الليبل بليت. وبالتالي دايما اعمل حسابك مع الشيلد في السنترز واللاترلز، احيانا في اللاترلز بتحتاج امبلانت تكون دايمتر 3.3 في السنترال 3.7 علشان ما تبقاش قريب قوي من الشيلد.
طيب انا عندي هنا سؤال دكتور محمد لو تسمح لي. اتفضل. عشان برضو الاستفادة تعم. كان برضو كان عندنا من حوالي شهرين او ثلاثة كان عندنا كورس مع دكتور إيهاب موسى وكنا بنجهز الكورس كان على السوكت شيل برضو واحنا بنجهز السيت اب بتاع الكورس وقعنا في نفس المشكله ان السيت اب بتاع السوكت شيلد كان فعلا سعره غالي جدا جدا. استخدمنا حاجه وطلعت تنفع كلينيكال وبرضه اخد رايك فيها. انت عارف البيرز الفيشر بير بتاع المعمل اللي بيركب على الستريت هاند بيس؟ تمام. نفع جدا جدا لانك انت هنا محتاج حاجه ليها تورك كويس واكسسبل ومعظم حاجات السوكت شيل بتبقى جايه في الانتيريور فتقدر انت تخش مع ستريت هاند بيس بيها وليها طول محترم برضو تعرف انك تخش بيها لحد الاخر. مشكله اللونج شانك وبرضو قولها لي الفايبريشن والاكسنتريستي بتاعتها. ده حقيقي. وهقول لك حاجه بصراحه انا كنت بحب قوي الفاين ستون وانا بركبها على الدريل اكستندرز كنت بستخدم في الكونترا انجلز اللي هي التورك اللي هي الماجنيفيكيشن للسبيد في الكونترا انجلز بتاع الماجنيفيكيشن للسبيد مش هي مش تورك ريدكشن امبلانت اللي هي بتبقى 5:1 يعني انت لو شغال على الموتور 40,000 هي بتطلع لك تورك عالي تورك عالي 200,000 في 5. الحقيقه كانت جميله جدا معايا الكونترا اصلا ب 20,000 جنيه بتشتغل في الجراحه. اي نعم. انا هقولك على الكومبليكيشن المشهور قوي اللي انا قابلته مع الناس بتعمل شيلد شويه. الكومبليكيشن المشهور قوي مع ناس بالذات يعني مش قصدي حاجه لان احنا عملنا تجربه مع حد من حبايبك برضو بالستريت فيشر كنت بلاقي إيه حصل بقى؟ كومن جدا بيحصل مع بعض الناس اللي بتبتدي تحاول تطبق التكنيك انها تعمل فينستريشن ليبيال. انت دايما عندك اندر كات بيحصل صح معاها صح ده بيحصل فعلا ده انا شفت. علشان كده انا بحاول اخد ده رقم الانجل لو رقم الانجل بتاع الانتري. علشان كده انا بقول لك انا بحب ادخل بروتري فايلز اوسع الكنال كويس قوي الاول. دي حركه صايعه روتري فايل دي حركه اللي اقول عليها بتدخل بعد كده واتيفر بقى اي ثينك ان اللي هيدخل سواء الستريت فيشر او الستون واتيفر ايه اللي هيدخل هيبقى جايدد بالتشانل الواسعه. ودايما الحاجه اللي تدخل بيها انت المفروض على تكون بيم اي ستول الروت اعمل علامه على البير. ممكن في ناس كانوا بيجيبوا الستوبر بتاع الاندو ويركبوه ادينا يا عم اقول بيركبوه على البير او البير عشان يبقى ذا ستوبر يعرفه هيقف لحد فين بالظبط عشان ما يروحش بيوند الايبكس واخد بالك. صح تمام. الكيس دي بالنسبه لي الكيس دي انا اقول لك بصراحه دي اللي غيرت فعلا دي من المحطات اللي الواحد وقف عندها وغيرت تفكيره شويه. الكيس دي ثلاث سنان في الانتيريور سنان معموله ريدكشن لما مهريه 500 مره بريدج. قررنا هنا كنت انا والدكتور احمد عبد الرحمن يعني دفعتي وصديقي دخلنا عملنا سوكت شيلد في الرايت سنترال والرايت لاترال. الليفت سنترال عملنا كلاسيك ايميديت امبلانت عادي خالص وعملنا التمبري كراونز بتاعتنا. خليني اقول لك معلومه برضه عشان الناس تبقى عارفه انك تعمل تمبري كراون لسنجل توس ان برايفت براكتس حاجه جميله وسهله وسلسه انما مجرد ما الموضوع هيبتدي يمتد معاك في مالتيبل كراونز او تمبرايزيشن لبريدج الموضوع تايم اكستندنج بشكل مرعب جوه البرايفت براكتس. فلازم تحط ده في الاعتبار وده ليه حلول تانية يعني لو يعني لينا وقت ممكن نقولها في الاخر. هنا الكيس يعني هنا واضح هنا هو ادي الشيلد ادي الشيلد شيلد وشيلد هنا متعلم عليهم بالاحمر بالسهم الاحمر هنا البلاك ار وهنا على الكلاسيك وادي الاميديت تمبرايزيشن. طبعا انا ممكن اعمل تمبر كراون لكن ما تستنوش مني ان انا اعمل ستيننج يعني للكراونز يعني ده اخري عشان ما اجيب من الاخر يعني في التمبرايزيشن. كتر خيرك انا خلاص. انا عايز اقول لك حاجه يعني معلومه انا الكيس دي يعني انا فاكر يعني ان الكيس دي احنا بداناها في انا فاكر في القصر العيني انا دكتور احمد عبد الرحمن الوقت خلص علينا. يعني انا مش عايز العينه تروح انا عايز اعمل التمبرايزيشن ايميديت مش عايز اسيب العينه لتاني يوم. عايز اقول لك جيت العينه بالليل كملت لها التمبرايزيشن في عيادتي انا وهو يعني عايزين نخلص عشان اعمل ثلاثه كراونز معقولين بشكل سريع ويظبطوا مع بعض بقى يعني واخد بالك كنترول وكل حاجه عشان انا باكد على المعلومه بتاعت الموضوع جميل في سنجل كراون لكن هتخش في كذا سنه لا لازم تفكر في حلول سريعه اسرع شويه. هنا الريزلت بعد 6 شهور بالظبط يعني هنا وقت الاوبريشن الكونتور واحد
بالتالي واضح على فكرة ان هنا ما حطيتش يعني عشان اقول بقى الحقيقة ما حطيتش اي جرافتنج خالص عشان بسوي الحقيقة. الشيلد هنا محافظ على الكونتور ليفل كويس جدا، انما في الكلاسيك ايميديت امبلانت الكونتور وقع، الفيشيال كونتور وقع جدا جدا جدا. انا عايز اقول لك انا الكيس دي بعد منها انا بالنسبه لي لا بدات اقول يا جماعه لا السوكيت شيلد شود بي كونسيدرد از ا تكنيك، يعني صح. لازم الناس تحطه في الاطار وما تخافش منه. الصوره دي يعني تشرح كل حاجه. بس مش احنا اتكلمنا عن التكنيك، خلينا نتكلم عن التايب 2 اميديت. والتايب 2 اميديت دينستر ناو، يعني التايب 2 اميديت احنا قلنا ان بيبقى عندك السوفت تيشو موجود في الليفل بتاعه مظبوط، في فيشل ريسيشن للبوني كومبوننت. دينستر ناو بيقول يا جماعه انا يعني عمل تكنيك اسمه الايس كريم كون تكنيك، ببساطه هو بيجيب الكروس لينكد كولاجين ميمبرين بايومين. البايومين ده انا قعدت اشتغل بيه فتره طويله جدا وانا فاكر ان كولاجين ميمبرين عادي، وبالمفاجاه لما قعدت اقرا مؤخرا اكتشفت انه كروس لينكد. والحقيقه البايومين ميمبرين ناشف وقوي جدا، بيستحمل انك تعمل بريشر اجينست الميمبرين. عشان كده لو حد عايز يعمل سوكت سيل ومش هيعمل سوكت سيل اباطمنت، انا بريكومند انه لو هو عايز يعني لو هيصرف شويه استخدم بايومين ميمبرين. بيقعد فعلا فتره طويله من غير ريزوبشن، بيستحمل العوامل الجويه. يعني كل الناس عارفه ان الكولاجين ميمبرينز الجيل فوم الكولاجين سبستيتيوتس بيحصل لها ريزوبشن سريع جدا 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 مجرد ما بيحصل لها اكسبوجر للاورال انزيمز والاورال كافيتي. هو بيعمل الشيب بتاع الميمبرين على شكل ايس كريم كون، بيحط الميمبرين دي في السوكت، وهو لو هيعمل سوكت زي سوكت بريزرفيشن بيحط الجرافتنج ماتيريال، ويبتدي الجزء اللي شبه الدايره دوت بتاع الكون نفسه البوله بتاعه الايس كريم الكبيره دي بيخيطها على الكريست. طبعا لو مع ايميديت امبلنت بيحط الامبلنت في البوزيشن بادي ريبارت المظبوط، ويحط الميمبرين في الاخر ويعمل جرافتنج للجامبنج جاب اجينست الميمبرين، وممكن يعمل سوكت سيل اباطمنت او ممكن يعمل التمبري كراون سيمالتينيس. الكيس دي يعني حد من اخواننا من الخليج كان نازل مصر، طبعا واضح هو حد عمله فينيرز الجميله اللذيذه اللي كلنا بنحبها دي. طبعا بحبهاش يعني. ايه روت ريزولوشن زي ما احنا شايفين فوق هنا في فينستريشن في السوفت تيشو، هي كلاس 2. اعذروني انا مش حاطط الاكس راي معلش ما خدتش بالي. طبعا انا هنا استخدمت الكراون بتاع البيشنت نفسه از تمبري، يعني كان صعب بالنسبه لي شويه ان انا استخدم، كان بالنسبه لي ان انا ارجع له نفس السنه مكانها. يعني عايز اقول لك يعني الواحد اكل عيش يعني حلو قوي بعد كده، يعني بسبب انك رجعته تاني بنفس السنه دي كانت بالنسبه له حاجه مفرحه جدا. الكيسز دي يا جماعه كيسز سهله، انا عارف انا بقول ايه، الكيسز دي كيسز سهله، وبقول للناس يا جماعه اشتغلوها وما تخافوش. ما هياش محتاجه سيرجيكال مانوفر يا جماعه، ده حته ميمبرين بيتحط في السوكت وبتعمل اوجمنتيشن لبارتيكلت اوتوجينس بون يا سيدي، جيب زينو جرافت انك تقفل كومبوزيت. طبعا انا يعني هعمل ده اهو، وما تنساش تاخد الكورس بتاع عبد الرحمن توفيق يعني عشان الفينشينج والبولشينج للكومبوزيت. الكيسز دي مهم جدا 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 انك تبقى متدرب على الفينشينج والبولشينج للكومبوزيت. لو بتعرف تلعب بالكومبوزيت الحقيقه تطلع ريزلتس جميله. انا فاكر مره في حد من ولاد مصر، يعني من ابناء مصر اللي الواحد بيبقى فخور بيهم، في الاتلانتا تيم مع دينتا الاكس بي تيم في مع موريس سلامه وهنري سلامه، اسمه فكرني بالاسم، ايهاب موسى، شاب كلنا متابعينه على لا غير ايهاب موسى، في حد تاني اسكندراني هو ده هو كله. انا زعل ان انا مش فاكر اسمه بصراحه. هنفتكره دلوقتي. ماركو توادرس صح، مش فاكر بصراحه، انا مش فاكر. ماركو شاب اسكندراني في التيم في دنتال اكس بي من مصر، والمست تقريبا هو واحد من التيم الرئيسي هناك، وانا ببقى فرحان جدا يعني لما بلاقي ناس كده. انا فاكر انه عرض كيس على النت وهو كاتب انا عامل بيلد اب للتمبري بريدج يا جماعه كامل وذ دايركت بيلد اب للكومبوزيت وذاوت اني ريموفل. هو عمل شيبنج كاركو تادروس، ماركو تادروس بالظبط، عمل شيبنج للكود كله بالكومبوزيت بالاديشن، هو ما عملش اي ريموفل خالص. انا فعلا انا ما كنتش مصدق، وعم طلع بريدج شكله شيك جدا جدا جدا. انا باكد تاني على اهميه ان الناس يبقى عندها سكيلز في استخدام الكومبوزيت ماتيريالز.
دي كيس تانية كلاس 2 عندنا هنا الليفل بتاع الزينس عند الابر رايت لاترال نفس الليفل عند اللاترال الناحية التانية. الامبلانت عشان نحطه احنا كنا خايفين شوية الامبلانت جي معانا شوية دايركتد ليبيلي. حطينا الامبلانت عملنا التمبري كرون زي ما احنا شايفين مش مستخدمين انالوج مستخدمين امبلانت فيلد من قبل كده. ادي الممبرين ادي جرافتنج ماتيريال. في تريك صغيرة مش موضحة انا هنا لما تيجوا يا جماعة تعملوا اوجمنتيشن بالجرافت حط هيلينج كولر فلات بروفايل هيلينج كولر وانت بتعمل اللي بتعمل اوجمنتيشن او حط اباطمنت واقفل الاورفيس بتاعتها ما تشتغلش دايركت على الكفرنج سكرو بتاع الامبلنت لانك ممكن تقفل الفتحه بتاعه الكي نفسه بتاع الكفرنج سكرو. وانا فاكر مره بصراحه حد مش هقول اسمه من حبايبي مره كنت معاه وهو بيعمل اوجمنتيشن ما كانش قافل الامبلنت اساسا وعمل اوجمنتيشن في قلب الامبلنت اساسا. انا عايز اقول لك احنا يعني عانينا فتره عشان مش عارفين نعمل سكرون للامبلنت مظبوط ولا بطن بتفك كل شويه بسبب حاجه زي كده. فخلي بالكوا حاجه صغيره بس بتفرق. حطينا الممبرين زي ما احنا شايفين الموجن بتاع الممبرين باين شويه. حطينا التمبري كراون قفلنا من الليبيا الاكسس هول وكملنا الكومبوزيت ليبيا مع عند البيشنت. بعد 6 شهور يا جماعه الايمرجنس بروفايل جميل الكراون جميل. الحقيقه بالمناسبه ده كان جزء من الاستدي مع دكتوره مير يحيى غنيم والكيز كنا شغالينها مع دكتور احمد عبد الستار انا فاكر. الاستدي انا كنت عايز اعرف بصراحه الكلاس 2 ايميديت اشتغله في عيادتي ولا لا. من الاخر انا فاكر احنا اشتغلنا 20 امبلنت 2 حصل لهم فيلير و18 حصل لهم سكسس. مش عايز اقول السيستم بتاع الامبلنت عشان الناس يعني مش عارف اقول السيستم ولا بس 18 امبلنت سكسس في كلاس 2 ايميديت بيتهيالي حاجه عاليه حاجه مش قليله. وايميديت لودنج يعني انا كل اللي بعرضه ايميديت لودنج. Another case bilateral laterals برضو الامبلانتس اتحطت ادي الممبرين محطوط temporization على قدنا شوية مش احسن حاجة. وهنا ده الفاينل كراونز وزرون الصورة وحشة شوية عشان متاخدة من الموبايل. حالة تانية طبعا هنا الحالة دي احنا حطيني الامبلانت والحالة دي على فكرة كانت successful حطيني الامبلانت والاستابيليتي الانين 25 نيوتن 25 نيوتن بقى انت عيني بقى عقلك بيودي ويجيب اعمل لودنج بكراون ولا ما اعملش. وكان الحل هنا السوكت سيل ابطمنت. السوكت سيل ابطمنت يا جماعه از ذا بيست بارير ممكن تستخدمه في ميديت امبلنت. از ذا بيست بارير ما يكلفكش نكله غير انك انت هتحتاج تجيب ابطمنت ثانيه في المستقبل زياده بس. انما انا 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 ونيفر اتس بوسيبل جايب ستابيليتي من 25 فيما فوق حط سوكت سيل ابطمنت يعني وانت مطمن. هنا الاختراع العظيم بتاع دكتور عمرو حسني يعني كل بعدين هو يعني هو طبعا ما عارف بقى اتفرج ولا لا هو يسكت وكده يروح طالع بقنبله ويرمي لما تاخده منه يا خبر. انا هقول لك على حاجه يعني عايز اقول لك غير لي دماغي خالص هقول لك كمان شويه. دي كيس تانية بقى وهنا بقى الكيس دي انا بعرضها لك طبعا عذرونا الصور غامقه شويه. هنا بيشنت بريدج البريدج كله متنيل السنان كلها ليبيال بليتس طايره العيان ماشي بالبريدج هو بيتحرك وهو بيشتغل مش عايز يسيب سنينه ابدا. تقول له اعمل دينشر ابدا مش في دماغه. عملنا 4 امبلانتس طبعا احنا شايفين البريدج هنا طبعا البريدج دوت انا البريدج القديم بتاع البيشنت نفسه انا كنت واخد عليه اندكس برابر بيز وجوه الاوبريشن بعد ما حطينا الامبلانتس بتملى بالتمبري ماتيريال وتراجع تاني الامبريشن على او ممكن طبعا بفاكيوم شيت. وهنا الممبرينز جزء منها ظاهر عادي جدا ما فيش مشكله. وهنا البريدج انا عايز اقول لكم الكيس دي البريدج دوت عشان احنا شغالينه هاند ميد يعني جوه البريدج دوت اتعمل يعني الامبلانتس اتحطت تقريبا بالجرافتنج تقريبا يعني في ساعه ونص ساعتين يعني تقريبا البريدج اتعمل في 5 ساعات عشان بتعمله بايدك جوه العمليه. حاجه مش عمليه بصراحه انا بقول الحقيقه حاجه مش عمليه ستيل الريزلتس انا 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 راضي جدا عن النتيجه اللي طالعه ان انا حاولت ان انا اطلع الاوفيت بونتك والكلام الجميل ده كله لكن انا بتكلم طبعا از انيميديت. انما دي حاجه مش عمليه انا ما اقدرش اقول للناس ان دي حاجه عمليه ممكن تعملها ان يور برايفت براكتس لما تكون هتعمل مالتيبل تيس هنيجي للحلول لحاجات زي كده اسهل. طبعا انا ايفن دوت حتى لو انت يعني معاك الفاكيوم شيت انك بتقعد تظبط الامرجنسي في كل حاجه الحقيقه هي تايم كونسيومنج فعلا يعني ممكن يكون حد حريف يخلص الكلام ده على طول بس انا شايف ان مش عمليه خالص فكره الكيسز الكبير. الكي في الدنتال امبلانتولوجي ده رايي انا الشخصي. الكي في الدنتال امبلانتولوجي انك تكون
الايميديت امبلانس. انا دايما لما باجي حد يكلمني بتبص انا وغلطه، انا غلطتها زمان لما كنت اجي اشتغل في العياده عندنا في القصر العيني، ويجي حد بيبتدي لسه وبيتعلم، كان انا يعني في لفظ كده انا يعني كنت دايما اقول يا جماعه عايزين نضرب نار، عايزين نضرب نار، ضرب نار. فالناس جايه جعانه جدا تشتغل اوجمنتيشنز وساينس ليفتنج وحالات مجعلصه. تيجي تبص تلاقي بعد ما الناس تشتغل الحالات الكبيره قوي دي، تيجي بعد كده تشتغل الايميديت امبلانت، فعلا الناس مش عارفه تشتغل الايميديت امبلانت. ده حقيقي، مش الناس مش عارفه تشتغل الايميديت امبلانت. طب ليه؟ لان الحقيقه الايميديت امبلانت ولما بيوروني حالاتهم في الكلينيك انا ببقى زعلان، وانا حسيت ان انا اخطات في حق الناس دي في وقت من الاوقات. لا يا جماعه، انت لو اتدربت على الكلاسيك امبلانت بليسمنت وبقيت النهارده تريند مع شركه معينه، انت متعود على السيستم بتاعها وحافظه، لان الايميديت امبلانت انت لازم تكون حافظ السيستم اللي انت شغال بيه. انا دايما اقول للناس لو هتشتغل كلاسيك امبلانت ممكن تجرب سيستم جديد، وطبعا يكون في مالتيبل امبلانتس بتحطها. انما بتشتغل الايميديت امبلانت نيفر انك تراي انك تحاول، يعني انك تحاول تستخدم امبلانت اول مره تحاول تستخدمه. ده رايي يعني لازم صحيح. انت داخل الايميديت امبلانت عامل زي واحد داخل سباق، عشان تكسب السباق لازم تكون بتسوق عربيه انت متعود على سواقتها، حتى لو داخل هتسوق بميه. حتى لو انا عندي كيسز، يعني احنا يعني عندنا كيسز شتروم الناس بتشغل بيها ايميديت امبلانتس بسبب اخطاء من الناس اللي شغاله الامبلانتس بتفيل. وبص كده بعد كده يقول لك ايه يا عم ده شتروم بيفيل. لا سيدي مش كده، الموضوع له علاقه بالتكنيك نفسه. انت مش متدرب على السيستم، مش متدرب على الكيت بتاعته، انت لازم تتعود على سواقه العربيه قبل ما تخش بيها سباق. الكي بالنسبه لي تمبرايزيشن، الكي في الدنتال امبلانتولوجي تمبرايزيشن. يعني دايما اقول للناس يا جماعه مفيش حاجه اسمها فاينل بروسيس، مفيش حاجه اسمها بتحط امبلانت وبعد كده تقعد فتره بعد كده فاينل بروسيس، مفيش حاجه اسمها كده. لازم شكل من اشكال التمبرايزيشن يتم، لازم الشكل ده يتم. الـ 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 الشكل دوت يا اما في شكل انك بتعمل تمبرايزيشن للامرجنس، او انك تعمل تمبرايزيشن للتمبر كراون انت بتستخدمه. الكيس دي كيس البيشنت جايه عندها البريدج الجميل اللي عمال يقع كل شويه دوت، سنان متدغدغه تحت، قلنا نستغل البريدج الجميل دوت، خدنا باتي اندكس قبل ما نشتغل. الكيس دي انا عملتها سوكت شيل على فكره من غير جرافتنج. الكيسز دي كلها انا وريها لكم امبلانتس ايميديت لودنج من غير جرافتنج. عملنا سوكت شيل، شلنا البالاتال شيل، حطينا الاثنين امبلانتس بتوعنا ان البالاتال بوزيشن، بحط هنا رابر دام يعني بيس. الحقيقه دي مش رابر دايما عشان برضو ما تضحكش عليكم، دي جزء من جلوفز، ما كانش فيه رابر دايما، انا عايز امنع التمبر ماتيريال انها تهرب. وخدت الاندكس ورجعت تاني التمبر ماتيريال وعملنا في تمبر كراون زي ما احنا شايفين كده. خليني اقول لكم على مستيك انا عملته في الحاله دي، يعني عشان اقول الحاجه معلومه، انك تحط رابر دايما، انك تحط جلوفز وانت جاي، لو انت عامل فاكيوم شيت، او انك واخد رابر اندكس وتحط تمبر ماتيريال وبتضغطه على السنان عشان تعمل التمبر كراونز، في حاجه رهيبه جدا بتحصل. التمبر ماتيريال هفاجئكم، يعني حاجه هنا هربت مني في الجامبنج جاب. دي مشكله، دي هربت مني في الجامبنج جاب. انا عايز اقول لك انا كنت منزعج بشكل رهيب جدا جدا. انا بوظت الدنيا وبهدلت الدنيا، وتقعد بقى ساعه عقبال ما تشيل التمبر ماتيريال اللي هربت دي. اوعوا يا جماعه تنسوا انه كان تحطه لو انت هتشتغل بطريقه انك تكبس دي، تكبس سواء ستنت او مانيوال. خلي بالك انك تحط حاجه تعزل طبعا. وارجع اقول والاجمل والاجمل يكون معاك الجينجيفال فورمر، اعمل يا سيدي الامرجنس تحت وبعد كده اكبس براحتك. صح. هنا التمبري كراونز، انا في التمبرايزيشن whenever it is possible انا بعمل سبلينتنج. انا بالنسبه لي في التمبرايزيشن ايميديت بعمل سبلينتنج. وهنا الكيس هنا ايميديت بعد 6 شهور، هنا الكيس، هنا المنظر بتاع البروفايل والسوفت وير زي ما احنا شايفين. في تريك صغيره كده انا بحب اعملها عشان ادوبليكيت شكل الامرجنس. طبعا في طريقه زي اللي عرضها شالش، انك بتاخد التمبري كراونز بتاعتك بره وبتحطها في باتي، تعمل لها اندكس وهتبان كمان شويه، وبتحقن فلوبل كومبوزيت حواليه. انا بعمل حاجه تانية يعني بالنسبه لي انا اسهل شويه، ويعني انا اتناقشت فيها مره مع ناس بروسيس، يعني قالوا لي لا مش صح، بس انا بالنسبه لي سهله جدا وبتطلع معايا اللي انا عايزه. انا باخد دايركت امبريشن على التمبر كراونز في مكانها، دايركت امبريشن سهله عاديه خالص، وبعد كده بروح فكك الكراونز وارجعها في مكانها تاني في قلب الامبريشن زي ما احنا شايفين هنا. وانا بايدي في عيادتي انا اللي بعمل التيشو ميمك، انا بعمله بايدي وبعد كده بصب الكاست. هنا ده الامرجنس، وهنا
الشكل الامرجنسي هنا بعد ما صبيت التيشو ميمك ده بنفسي. في هنا يا جماعه كومبليكيشن مشهور قوي في السوكي شيلد لو انتم شايفينه هنا في الصوره دي، ان في اكسبوجر لشيلد، حاجه اسمها انترنال اكسبوجر. الشيلد هنا باين انترنالي، ودي واحده من الكومبليكيشنز، والحقيقه انت ممكن تعمل لها جرايندنج بسيط جدا والدنيا بسيطه بعد كده. وطبعا الأسوأ والأسوأ ان يحصل لك اكسترنال اكسبوجر، ولذلك بنحب بعد الكيس دي بدات اخد بالي ان لازم اوطي الليفل بتاع الشيلد في مستوى العضله. هي ما اثرتش خالص على الريزلتس. ودي الفاينل كراونز مع معمل من المعامل الغلابه اللي بنشتغل معاها عادي يعني خالص، يعني يعني دي بي اف ام كراونز بالمناسبه، يعني لان يعني بيبقى يعني كتير جدا بتبقى انت ليميتد بالجزء الايكونومي بتاع البيشنت. بس يسلم ايدك، الحاله حلوه يعني. هو الفكره مش بكام على قد ما الفكره ان الحاله طالعه عامله ازاي في الاخر. انا يعني انا 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 يعني انا اتعلمت حاجه، اتعلمت انا بقول الحقيقه، يعني مش محتاج يعني مش هحاول ان اقول لك انها حاجه ثانيه. لو خدت بالكم انا مصور الصوره هنا، زعلت بعد كده من الكناين اللي فيه كيرز، جبت دكتور دفعتي احمد طلع دكتور بيقول لك ايه اعمل لي بقى الكلاس 5 ده حلو عشان في الصوره ما يبانش، هو عمل لنا الكلاس 5 اللذيذ ده، حتى انا حطيتها بعد كده. كيس تانية سوكت شيلد، الكيس دي يا جماعه انا عارضها لسبب. الكيس دي كانت ديب بايت رهيبه جدا. الكيس دي اشتغلتها انا ودكتور احمد عبد الناصر حبيبي اخويا الصغير ودكتور احمد عبد الرحمن، المجموعه بتاعه السوكت شيلد. انا كان عندي فيه ميزه في الاصل يعني كبيره قوي، ان احنا كنا انت عارف احنا عاملين زي بول، وكل مجموعه ماسكه حاجه معينه ماسكاها شغاله شاطره فيها. الحقيقه مثلا جه احمد عبد الناصر مع سوكت شيلد، بيجي حد من المجموعه بتاعه سوكت شيلد بيشتغل. الحقيقه بصراحه يعني المنتج كان يعني اللي انا بعرض ده حاجه ولا حاجه خالص من كم الكيسز اللي موجوده يعني. عملنا البالتال شيلد، اتفك البالتال شيلد، ادي الشيلد هنا. دايما بنركز ان الشيلد يبقى ليه شكل كريسنت شويه عشان نحافظ على الجاب ما بين الامبلانت وما بين الشيلد. تمبر كراون زي ما احنا شايفين هنا اهو، دايركت تمبر كراون بسيلويد كراون بنيس الاستابيليتي. عندنا احنا الجهاز الجميل ده يعني ده من الامكانيات اللي الاوستيل ام باي ذا واي. انا بالنسبه لي انا ما بشوفش الاوستيل يعني ريلايبل، ده رايي انا الشخصي. طب ليه بتعتمد على السمارت بيج؟ السمارت بيج يا جماعه المفروض ان ليها كي بتتربط بيه. المشكله اللي كنا بنربطها هاند تايتنينج. انا بقى النهارده انا محمد عاطف الهاند تايتنينج بتاعي 10 نيوتن، دكتور احمد الهاند تايتنينج بتاعه 25 نيوتن. هتفاجئ ان لو ربطتها على 10 نيوتن مديالك تورك، وعلى 25 تورك تاني قرايه مختلفه تماما. انا من الناس دي اولد سكول شويه، انا بعتمد على الانسرشن تورك، يعني الانسرشن تورك العادي خالص انا بالنسبه لي دوت اللي بيديني قرار اذا كنت ان انا هعمل ايميديت امبلانت ولا لا. تمام. وهنا التمبرايزيشن، هنا الامرجنس. البيشنت ده يا جماعه كسر التمبر كراون مثلا مرتين ثلاثه في السكه. انا بقول لكم حقيقه كسره كتير جدا بسبب انه ديب بايت، بسبب انه ديب بايت، وبسبب كمان انه هو دكتور، يعني هو دكتور وشاب زي حياتنا يعني، فكسره لما هلاه يعني. بس وفي الاخر خالص يعني ببساطه السنه خدناها رجعناها في الامبريشن، عملنا التيشو ميمك هنا زي ما انا واضح بايدينا، الامرجنس بعد ما صبينا بايدينا. بعد كده الفاينل كرام. الكيسز بقى دي يعني دي كيسز لما الواحد كان بقى يعني مروق شويه وبيشتغل. الكيس دي يونج ايج، يونج ايج فيميل وقعت على وشها كسرت السنه، طبعا صدمه. انت تخيل بيبقوا جايين البيشنت دول جايين الكلينيك يا جماعه في صدمه رهيبه جدا. الحقني لازم تتصرف، ما عنديش زينوجراف في العياده، لكن معايا امبلانتس اهو بصراحه. حطيت الامبلانت زي ما احنا شايفين هنا، ايمرجنس بروفايل بفلات كونتور. انا دايما ببقى ميال للفلات كونتور مش للكونكيف كونتور، لكن اللي هو الكونفكس، سواء الكونفكس انا ضده تماما، الا اذا كذا انت محتاج تعمل بوشنج للجام شويه. هنا بعد 6 شهور من التمبرايزيشن ادي الوضع، ادي الايمرجنس، وادي الفاينل بروسيس. ده ايميديت امبلانت عادي من غير جرافتنج، بس ايميديت تمبرايزيشن. يعني سوري في اللفظ، انا عارف ان احنا يعني الناس بتزعل من الجمله دي. امبلانت مسمار حطيته كويس في البوزيشن مظبوط، عملت تمبر كراون بشياكه خلاص ساتسفاينج جدا. يعني عشان كده انا زي ما بقول انا ما زلت بانسيست، ممكن الناس تتفق او تختلف، انا مع ان يا جماعه ان ان ان, إن سنه رابعه في الكليات ات شود بي ان شاء الله باذن الله بعد ما نعدي لازمه ات شود بي ا ريكويرمنت، ده رايي. صح. طبعا الكونسيبت بتاع الامرجنس والحفاظ على الامرجنس ده ايميديت مولر،
كيس الجميله دي وعاملينها في سيستم انا بحبه جدا يعني. وعايز اقول لك السيستم ده انا اقول لك بصراحه يعني فاجئني في الريزلتس بتاعته في الاميديت في المولرز مفاجاه ده رهيبه. اي سيستم اسمه ايه؟ بس خليها مفاجاه بقى، ولا كمان شويه عشان انت هتزعل مني. ماشي انا بزعل، انا كل حبايبي كلهم يا محمد. فيشر فيشر بير سيكشننج اتروماتيك اكستراكشن كيوريتاج. بالمناسبه الكيس دي جزء من ستادي، جزء من ستادي عاملينها كبيره ستادي دي. فاكر زمان لما احنا زمان اتقابلنا وكان طموحنا ان نطلع ستادي، يعني انا بقول لك يعني انتظر اقرب ستادي بالسيستم. ستادي دي عاملها واحد من الدكاتره اللي ابهرني بشطارته، ابهرني بعبقريته، وانا يعني تشرفت ان انا يعني كنت مشرف عليه. دكتور احمد زهران الراجل يا جماعه ستادي بسيطه جدا، قال لي يا جماعه انا هعمل ايميديت امبلانت في المولرز، هحط اعمل سوكت سيل ابطمنت في جروب، والجروب الثاني هقفل بجيل فوم عادي خالص. وكان هو جروب من الاستادي كان دكتور احمد زهران، دكتور عبد الواحد، وكنا معاهم انا ودكتور طبعا يعني كينج البروسيس دكتور عمرو الخادمي. عمل اتروماتيك اكستراكشن، حط الامبلانت في فيفربل بوزيشن. هو كان ليه طريقه كده احمد زهران طبعا، يعني ساعتها دكتور عمرو الخادم يعني ما غششناش الاناتوميكال بروفايل بتاعته، يعني كان سيبنا نضرب نار كده مع نفسنا. السيستم روت فيه ميزه جميله قوي انا بحبها، ان يا راجل مش بقول لك الهيلينج كولر بتاعه، الهيلينج كولر بتاعه يعني بيبقى في نفس البوزيشن لما بتيجي تحطه. فالحقيقه هو ما بيبقاش مزعج ليا، يعني لما باجي اعمل كاستمايزيشن لايمرجنس لو عملته على هيلينج كولر عادي، كنا بنعمله اوقات على الهيلينج كولرز العاديه في السيستمز الثانيه، تقعد تلف بقى الهيلينج كولر، فالحقيقه بتحتاج يلف منك ما بتعرفش تظبط الدنيا. انما لما بيكون بكونكشن ثابت بتعرف تكستمايز الامرجنس مظبوط. طبعا احنا بقى كنا في وقت ما بنخبط وقتها، مره بالرابرز بنعمل الفينيشنج، وبعد كده بالهي بالجوت هير والباف ويل، يعني بالالعاب جربت كل الالعاب والله، يعني لحد ما يعني ما وصلت كده للبروتوكول كده، يعني ان احنا نفنش الكومبوزيت بشكل شيك. احمد الحقيقه كان بيحط التفلون، هو دايما يعني كان رايه كده، يقول لي انا بحط التفلون وعمل له ادابتيشن كويس قوي من المارجنز من جوه، وبانجكت الفلو بالجوه بقى العيان، وما بحتاجش ان انا ابني بره ولا حاجه. فانا كنت بشوف انها صعبه شويه، هو يعني الحقيقه كانت يعني بيطلع بيها ريزلتس جميله جدا. عملنا الجرافتنج بتاعنا ما شاء الله كاستمايزيشن، دي صوره ايميديت. طبعا انا ليه هنا السيستم روت يا جماعه عملي جدا، كان بالنسبه لي سيستم ليه اجريسيف ثريدز، سهل جدا تجيب بيستابيليتي. 20 كيس اتعملوا زيرو فيلير، دي الحقيقه ما شاء الله. ده عشان ايديكم انتوا اللي حلو دكتور محمد. يا باشا تسلم. انا يعني هو الجراح والله اللي بيشتغل، الجراح اللي بيشتغل والله دكتور محمد. هنا طبعا يعني لما بنيجي بقى نعمل الميمك للامرجنس دوت، بناخد بقى طبعا بنضطر ناخد الكاستم سيل ابارتمنت نحطها في باتي اندكس، وبعد كده نحط الامبريشن بوست هنا، وتكون معلم بقى طبعا في الباتي بتاعك وتحن الفلو بالكومبوزيت، بعد كده ترجعها تاني مكانها تاخد الامبريشن بتاعك. عشان كده لو انت افتكرت لما انا كنت بقول لك انا كان الفيلم ده بالنسبه لي، خلي بالك برضو احنا شويه حته الجراحين شويه خلقهم ضيق، عشان تقول لي بقى انا مش همسك الكاستم بره وارجع احطه في باتي اندكس وارجع اعمل حواليه، التريك بتاعتي ده انا بعمل دايركت امبريشن على الكراون، بعد كده اخده هو بستخدمه كامرجنس وابني بنفسي انا التيشو ميمك. بالنسبه لي كانت اسهل بصراحه. تمام استمديك عملنا كاستمايزيشن هنا، عملنا كاستم ميد ابارتمنت اتعملت بيك والفاينل كراون. الفكره احنا كنا بنستدي هنا الافكت بتاع الكاستم سيل ابارتمنت على السوفت تيشو، على السوفت تيشو وعلى البوني تيشو، على الاثنين. والحقيقه سيجنيفيكانت ديفرنس في البوني كومبوننت وفي السوفت تيشو كومبوننت لما بتستخدم سوكت سيل ابارتمنت عن ما بتستخدم اورجانيك ماتيريال، عن ما بتستخدم كولاجين ممبرين او تستخدم سوكت سيل كولاجين بلاج، فرق كبير، فرق كبير جدا جدا جدا. ولذلك انا بالنسبه لي 99% من الكيسز بستخدم سوكت سيل ابارتمنت، ما بعملش سيل للسوكت بالجنجيفال سيل. عشان كده لما بفكرك بقول لك دكتوره ساره لما كنا بنعمل الاستادي بقارن ما بين الجنجيفال سيل وبقارن ما بين الكولاجين بلاج، مش هضحك عليك انا بالنسبه لي كل العناصر دي ما بتمثلش اكتر من 1 او 2% من الحالات اللي انا ممكن استخدمها فيها. انما الستاندرد بعد كده هو
امبلانت يتحط في بروستاتيك بوزيشن كاستم سيلا لو انا بستخدم لو انا بشتغل الميديا. تمام. كيس المترصصه فوق دي بالكاستم سيلا بطن. لو انا عايز الناس تبص بس على الكونتور فوق هنا اهو, على الكونتور فوق هنا للريتش والكونتور فاينل, وبصوا هنا على الكونتور في الكيس اللي تحت ده بجيل فوم على الكونتور هنا فوق والكونتور فاينل, تهيألي واضح جدا فرق في جداً. الصوره شارحه كل حاجه, الصوره محاضره لوحدها. كيس تانية هنا طبعا ده ايميديت, ده يعني واحد صديق ليا يعني, وهو صديقي وحبيبي جدا يعني, وهو يعني ظابط شرطه نفس الحكايه, بيتري يعني حصل كده خبطت السنترال وقع, الكراون ده التمبر كراون اللي في الاول, ده الامرجنس هنا وهنا, ده ايميديت امبلانت معمول من غير جرافتنج بوت, ده وزاوت جرافت عشان اقول الحقيقه يعني. انا هنا مش بقول يا جماعه انكم ما تستخدموش بارتيكلت او جرافت ماتيريال, انما لو اتزنقت ممكن ما تستخدموش, ما فيش مشكله as long as ان هو كلاس 1 ايميديت امبلانت. خدت الكراون بتاعي رجعته في الامبريشن, صبيت بنفس انا الكاست, ادي الامرجنس بتاعي, طبعا واضح ان كواليتي الامرجنس بتاعتي بقت اظرف شويه يعني في الدوبليكيشن. هنا الفاينل, وهنا طبعا شويه الستينز والكيرز الصغنن دوت, رحت عامل كلاس 5 كومبوزيت لذيذ, طبعا دكتور ضماطي اللي عامله, مش انا ضايع في الكومبوزيت, انا اخر زي ما بقول لك حاجات اللي هي سريعه يعني. حلو, هل ممكن النهارده القصه دي كلها تتقلب ديجيتال؟ الحقيقه الكيس اللي هعرضها حلو, ثانيه واحده, الفيديو دوت, ده فيديو يا جماعه, الكيس اميديت ابر سنترال, اميديت ابر سنترال, احنا طبعا كان واخدنا بقى ديجيتال شويه ومعانا 3 دي برينتر كده فيوزد بوزيشن موديلنج, ولسه بنلعب شويه كده على البلو سكاي والليزوكات. فالدكتور مصطفى شاهين واحد من يعني افتكروا مني يعني من الفراوده في الديجيتال في العالم الديجيتال اللي جاي في مصر, ده في رايي انا الشخصي, شاب صغير انما يعني عمرو حسني ومحمود شرش لو خدت بالك قالوا حاجه, احنا كلنا في مرحله معينه لازم بنتسند على اللي اصغر مننا, البوتنشال البوتنشال اللي عندنا واحنا 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 بادئين شويه مش زي ما حد يكون اصغر منك, هو عنده خلق وعنده استعداد يقعد ويجرب. واو, هنا الكيس كامله, هو عامل واخد كوم بيم, عامل بلاننج كامل لجايد 3D برينتد بفيوزد بوزيشن موديلنج, طبعا كان ممكن تو بي برينتد بحاجه احسن, وده الفاينل, ده ايميديت كراون, وده الفاينل ريزلت, ودي الكيس هو هنا اشتغل. خلينا يعني عشان انا عارف ان طولت عليك. لا لا ده انا مستمتع يا دكتور محمد, انت احنا يا جماعه حد عاوز يروح عشان بس نسال الجماعه اللي قاعدين معانا لو حد زهقان ولا حاجه. انا مبسوط والله, عاوز اسمع القصه اللي جايه دي, مهمه جدا بالنسبه لي. بص يا القصه اللي جايه, لو حد زهقان او حاجه يقول لنا. القصه اللي جايه دي انا عايز اقول لك حاجه, انت بتسال سؤال, كل واحد فينا كده زي ما بيقول لك ليه حاجه كده اللي هي بتحقق له يوفوريا ومتعه كده. انا مش هضحك عليك, الماشينري انا بالنسبه لي بيحقق لي متعه انت مش متخيل قد ايه. متخيل حلم من الاحلام عندي انا, وهو تصنيع دنتال امبلانت مصري. والله ده حلمنا كلنا والله, يعني كان حلم من الاحلام. طبعا حاجه زي كده يعني عايز اقول لك انا بفكر فيها من سنه 2011. احنا طبعا دكتور محمود الرفاعي من كليه هندسه لازم يتقال الاسم, معروف دكتور محمود الرفاعي من البيونير, دكتور وليد السباعي شركة توت, الناس دي يا جماعه الحقيقه الناس دي احنا لازم, انا برايي الشخصي لازم انا بفتكرها بالخير على عكس ناس كتير جدا بتقعد تتكلم بشكل سلبي. الناس دي بدات, الناس دي بيونير, دكتور محمد بيونير في المجال. بالظبط كده, الناس دي بدات والناس دي حاولت والناس دي فيهم ناس لسه بتحاول لحد النهارده. انا مش هضحك عليك, طبعا كان لينا مآخذ على حاجات معينه في الحاجات اللي طلعت, بالذات في الـ في الـ في الـ في التو بيس ديزاينز. انا كنت بشتغل تو سنجل بيس, انا مش عايز اقول لك يعني له الفضل في ان انا اتعلمت دنتال امبلانت ده في اول ما بدات, ما انا عايز اشتغل محتاج حاجه الكوست بتاعتها ايكونوميك, كنت بشتغل كتير قوي الحلم هنا انك انا لا انا عايز الموضوع يبقى بشكل بروفيشنال. الحقيقه من سنتين يعني او من سنه وثمان شهور الواحد خدت كورس كده جي كودنج على الليسز. تمام. فاكر عمرو ما كان بيحكي لك بيقول لك انه خد كورسات تريننج على السوليد ووركس والرسومات, انا خدت تريننج على الجي كودنج على الليسز, وعملت حركه جريئه كده يعني ما اعرفش ربنا يسترها معايا يعني, ويعني
وخدت ما تفهمش يعني ايه اللي طلعها في دماغي، ما اعرفش بقى يعني ربنا يستر يعني الواحد يعني ايه اللي هيحصل فيه. وعملت انفستمنت في سويس تايب بليس، مش يعني سويس تايب بليس هي دي الليس اللي بتستخدم في ال الدنتال امبلانتس. ودربت على الكودنج بتاعها، لان الحقيقه هي مش زي الميلينج ماشينز بتاعتنا الدنتال. انت هنا لازم تكون تعرف تبرمج، لازم تكتب انت صح. تكتب بيدك جي كودنج. الميلينج ماشينز بتاعتنا انت بتدخل اس تي ال فايل والفورماتنج خلاص بالظبط كده، جنريت كود وبتدخله وهي بتشتغل لوحدها. يعني انا ربنا ما يحرمنيش، يعني انا احب يعني اشكر يعني اخويا، يعني اخويا ساعدني جدا جدا جدا. اخويا يعني 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 واحد كده جينيس، يعني ساعدني جدا في الكودنج، علمني يعني يعني في حاجات كنت بقف فيها والله اكبر، يعني ربنا يديله الصحه. يعني علمني، هو مش دكتور سنان، هو ضابط شرطه، ما تسالنيش ازاي وما تسالنيش ايه العلاقه. يعني يعني هو كان في كليه هندسه واحنا بوظنا مستقبله، وبعد كده يعني هو بقى يعني راح كليه شرطه. المهم يعني هيلاقي مستقبله ان شاء الله يا باشا معانا. لا بالظبط، انما هو الحقيقه جيني، يعني انا صراحه بنبهر قدامه. هو علمني حاجات انا كنت عارف حاجات كده انت بتقف قدامها، وانا عارف ان في ناس هتزعل مني واسال مهندسين. المشكله ان مصر كلها عدد السويس تيسز اللي موجوده في مصر كلها هم 3 4 وفي مكانين يعني، وليهم استخدامات معينه، ومحدش بيسمح لك انك تدخل طوفه على واحده منهم، وانك صح. تتكلم بشكل تكنيكال، غير انك لا يعني انك تتعلم دايركت او تشتغل دايركت على سويس ليس. المهم ربنا كرم الواحد وتعلم عليها. لولا الناس اللي في السلايد دي، لولا الناس اللي في السلايد دي، اقدر اقول لك ان كان في مطبات وقابلتني كتير جدا جدا جدا، مستحيل كنت قدرت اوصل لحاجه. دكتور احمد عبد الله، دكتور محمد بحيري، اخويا الكبير محمد منير، احمد عبد الرحمن، مصطفى شاهين، احمد البراشي، دكتور خالد ماهر عمل سبورت رهيب يعني فوق ما الناس بتخيل، مصطفى سعيد، شمش الامي، محمد ضماطي. انا بقى كذاب لو قلت ان الـ ان الـ ان الـ ان الـ ان الـ ان ممكن يحصل حاجه زي كده لو ما عادش فرقه، وفرقه صح. كلها عندها الميكس بتاع الديجيتال والجزء الانجليزي، ونتمنى يا دكتور محمد ان دي حاجه تشرفنا كلنا، وحاجه يعني مش. يعني تسبورت معانا كلنا، نتمنى فعلا يبقى عندنا منتج مصري معمول والساينس ونوليدج بكواليتي، وهتاخدوا الليرنينج كيرف بتاعها اللي فيها ليرنينج كيرف عنيف. خلي بالك طبعا انا عشان ما تضحكش، طبعا انا النهارده انا مش على السكيل الانترناشونال اللي بتشوفه، لكن الحقيقه هتوصل ان شاء الله، يعني يا رب يعني ان شاء الله. انا اشتغلت، انا بالنسبه لي انا اشتغلت على السيرفيس تريتمنت بروتوكولز. انا بالنسبه لي انا كنت بعشق، والحكايه دي خدت من عمري يعني يعني فتره طويله جدا، الكلينيك بروتوكولز. الصور دي صور للسيرفيس تريتد امبلانت احنا اللي عاملينه، دي صور بتاعتنا يعني. لو قارنت مقارنه بين السيرفيس، الحقيقه هو تيبيكال اس ال اي سيرفيس تيبيكال يعني. ومن كتر اللعب الواحد وصل ان هو قدرنا نوصل للبروتوكول بتاع ال اس ال اي اكتف سيرفيس. يعني ما عارفش بقى يعني انا بتكلم صراحه، الهايلي اكتف سيرفيس من كتر الانفستيجيشنز احنا وصلنا له وعملناه عادي جدا في مصر، وما كانش عندنا اي مشكله في ان احنا نوصل لده. سبحان الله. دي يعني يعني الحاجات اللي احنا وصلنا لها لحد دلوقتي. خليني بقى اتكلم عن الجزء الاهم، يعني عشان ارجع تاني للشغل. الجزء الاهم انا مش هضحك عليك، الديجيتال اليمنت وهل الديجيتال اليمنت في شغلنا حقيقي ولا لا؟ دايما اي حاجه انت ما تعرفهاش بتجهلها، صح؟ يعني انا الديجيتال اليمنت، يعني انا عايز اقول يا ربي في سوق، انا هشكرهم في الاخر. احنا دكتور محمد البحيري، وهو ربنا يكرمه ان شاء الله يخلص الدكتوراه بتاعته في قسم التركيبات عندنا في القصر العيني، ودكتور مصطفى شاهين، محمد البحيري بالذات، انا الموضوع جه بالعكس. انا عملت الديزاين، انا عملت جي كودنج وعملت كل حاجه، محمد البحيري قعد عمل ريفرس انجينيرنج كامل للسيستم بكل فتفوت. انا كل اللي عملته رحت نزلت اشتريت له ماكرومتر وفيرنير اللي هي ادوات القياس، والراجل قعد عمل ريفرس انجينيرنج كامل. انا بقول المعلومه دي النهارده يا جماعه، الشركات هنا في مصر الانترناشنال اللي ما عندوش ديجيتال لايبرري، في يا جماعه ناس مصريين ودكاتره سنان على فكره مش هم مهندسين، يعمل لك كومبليت ريفرس انجينيرنج للسيستم بالكامل. ومش يعني وما بتكلمش دوت، انا مش بعمل دعايه، انا عايز اقول ان دي حاجه يا جماعه نقدر ننفذها. اللي متعود على اعمل له دعايه يا باشا، اعمل له ده بكره، اعمل له وتعمل له كمان. انا هقول لك، انا اللي هعرضه دلوقتي، انا بالنسبه لي انا ما كنتش احلم بيه. انا اقول لك بصراحه، انا بتكلم على الجزء الكلينيكال. محمد بحيري فهم لي كل حاجه، انا عملت الحاجه وبعد كده هو رسمها. الموضوع ما جاش بالعكس، والحقيقه ده مش صح، انما الدنيا مشيت معانا كده.
لان انا ما كنتش اتخيل ان انا في وقت من الاوقات يكون عندي ديجيتال لايبرري، يعني انا ارسم سيستم مصري يكون عندي ليه ديجيتال لايبرري كامله. نيجي للجزء الثاني بقى. اول انا لما بدات حبيت اجرب جت كيس عاديه خالص من الكيس اللي بتجيلنا في العيادات، انا طقت دماغي بحيري قال لي ما تيجي يلا نجرب بقى الديجيتال لايبرري بتاعتنا دكتور محمد. فجبت طبعا الفرقه كلها، محمد الضماطي وبحيري ومصطفى شهيد، قعدنا في العياده. وعلى الناحيه الثانيه بقى مش هضحك عليك، انا هقول لك الموضوع مش ازاي. محمد دكتور محمد الحديدي عنده اللاب بتاعه، والراجل بصراحه اشترى اي ثينك هو من القليلين اللي في مصر عندهم ميلينج ماشينز كابابل انها تخرط تيتانيوم وتعمل كاستمايز لاباتمنتس تيتانيوم. جت الكيس، عملنا الفلو بتاعنا العادي، عملنا الاكستراكشن دريلينج الامبلانت انسرشن. انا بقى الخطوه دي، ودي الخطوه اللي ممكن ناس كتير ما تكونش عارفاها، اظن ان ممكن يكون عرضها شرط بس دي ناس كتير ما تعرفهاش. السكان بودي، السكان بودي ده يا جماعه ما هو الا قطعه حته بروسيسز كده سوبر ستراكشر، عاده بتبقى معموله من ماتيريال بيك ممكن فايبر جلاس عشان تبقى سهله انها تظهر للانترا اورال سكانر. الحقيقه الانترا اورال سكانرز اللي موجوده دلوقتي في مصر وفي الماركت كابابل انها تديتكت معظم الماتيريالز. دكتور عمرو حسني اللي يرجع للليكتشر بتاعته عرض انه كان حاطط تايتانيوم اباتمنتس على المالتي يونت اباتمنتس وكان عامل لها ساند بلاستنج. لو الناس خدت بالها الساند بلاستنج دوت سهل للانترا اورال سكانر انها تلقط الديزاين او الجيومتري بتاع الحاجه. ببساطه السكان بادي البيك سكان بادي دي طبعا دكتور مصطفى شاهين ومحمد البحيري يعني ربنا ما يحرمنيش منهم، ده الورك فلو اللي حصل يعني الديجيتال دي الكيس كلها يعني هنا ديتيل دي يعني. الاول هو هنا دلوقتي هنعمل الانترا اورال سكانينج. خلي بالك انت لما بتشتغل طبعا هنا الاول الكيس سهل، لما بتشتغل اول مره تعمل انترا اورال سكانينج انا بالنسبه لي انا كانت شويه صعبه شويه، الموضوع بيبقى اسرع بعد كده. والحقيقه الموضوع فيه شويه تريكس وفيه شويه خناقات وفي ناس تقول لك انك يستحيل تقدر تحصل على اكيوريسي الفول ارش بانترا اورال سكاننج، وان الاستيتشنج اللي بيحصل للانترا اورال سكانر وهي شغاله ما بيبقاش اكيوريت. طبعا دي سنجل توس، دي سنجل امبلانت. حطينا السكان بودي، ده السكاننج للماكسيلا وهي السكان بودي راكب على الامبلانت. بعد كده ده السكاننج لللور ارش الماندبل، وبعد كده هياخد سكان للبايت. طبعا انا عشان بس اكون واضح، ليفل الاكيرسي بتاع الديتكشن بتاع البايت وليفل الاكيرسي للسكانر يا جماعه للماجيلا وللماندبل طبعا اعلى بكتير وبمراحل من اي حد بيتكلم انه يعمل من الشغل بالامبريشنز. هي طبعا التايم كونسيومنج انك تاخد امبريشن وتصب مقاس والكلام الجميل ده كله. الجزء اللي جاي دوت ده الجزء بتاع مصطفى شاهين. مصطفى شاهين قعد عمل لنا ديزاين للكراون. طبعا هو هنا يعني هو مسرع الفيديو، انا يعني ليترلي الراجل عمل الكراون في 6 دقايق او في 5 دقايق. هنا ده الاسامبلي كله بتاع الانالوج، الفيرتشوال انالوج، الفيرتشوال سكان بودي راكب دي التايب بيز اللي احنا عاملينها. جزء من الديزاين ده عشان بس اقول الحقيقه، جزء من الديزاين دوت مساهم فيه عمرو حسني. سوري الفيديو بتاعي الله طبعا انت اكيد واخد بالك ان في التكنيكال الدنيا وهي صعبه شويه. انا هنا وقفت. انا مش هلعب، انا هسيب الفيديو يلعب براحته وانا مش هلعب فيه. التايب بيز هنا انا كنت عاملها ديزاين وليها فلات سيرفيس واحد. لما قعدت اتناقشت مع يعني مع دكتور عمرو ساعتها قال لي زود فلات سيرفيس تاني، يعني ده هيفرق كتير جدا جدا جدا. التايب بيز هي هتبان دلوقتي، وهنا دلوقتي الاسامبلي كامل السكان بودي الانالوج، ادي التايب بيز هي ليها اتنين فلات سيرفيس وش بعض. الاتنين فلات سيرفيس دول بيحافظوا على حاجه اسمها التايمينج،
انك لما بتيجي تعمل ميلينج للكراون في الاخر التايبيز دي لما بتيجي تلزقها بره على الكراون بتنزل في مكانها اكزاكت فيت, بتنزل فيتنج بالظبط بالشعر. طبعا هنا الكراون الديزاين بتاعه يعني بيتعمل هنا بيظبط المارجنز بتاعت الاميرجنس بالظبط. السكرو شانل الكونتاكت زي ما احنا شايفين بنظبطها, ادي كرون في الاخر بنعمل الجزء بتاع الاميرجنس بس. هنا ادي الـ ادي الـ الجزء فيرتشوال كده على بعض, اقول الانالوج بالتايب بيز بالكراون راكبين على بعض. وادي السكرو شانل تمام كده, وادي الاوكلوجن وبيظبط الاوكلوجن والبايت فورس والكلام ده كله. انا مش هشرح عليك, انا كنت فاكر ان الموضوع طبعا هيبقى فيه جزء من الميس اكيرسي, يعني انا كنت متوقع كده, يعني كنت متوقع انك هتحتاج تعمل شويه ادجستمنت. لكن انا هقول لك بصراحه الميلينج ماشين دي ما ده سيراكون معمل دكتور محمد الحديدي, دي بلوكيه بي ام ام اي الميلينج. طبعا انا مش هشرح عليك الكيس دي, انا قاعد معايا مصطفى شاهين في العياده, عملت الاسكاننج, اخد الاس تي ال, عمل الديزاين, بعتناه على الايميل لمحمد الحديدي. محمد الحديدي الحديدي واقف على المكنه وهي بتخرط بيفرج ده الكراون اهو بس. وطبعا محمد الحديدي راح واخد العربيه وجاي لنا بالكراون بعد كده. خليني اقول معلومه, مش بالضروره ان انا النهارده عشان اعمل ده في عيادتي ان لازم يكون عندي كل الفاسيلتي. بس انا صراحه انا هنصح نصيحه, انا النصيحه اللي هنصحها يا جماعه, الانترا اورال سكانرز هتبقى جزء لا يتجزا من عيادتنا, والكلام دوت اكيد وانا متاكد منه. يعني انا يعني في ناس كتير كانت بتقول ده الكلام دوت, انما ده هيبقى جزء رئيسي في خلال السنه اللي جايه دي, مش الشهور, مش السنين اللي جايه, السنه اللي جايه من عيادات ناس كتير ان شاء الله بعد ما نعدي الازمه اللي احنا فيها. ادي التايب بيز الانالوج والكراون سيمنتيشن ده, عارف بقى هل ده هنا يعني بتوع البروسيزي فدوني بقى, هل ده اقول عليه سكرومنتيشن ولا ده ترو سكرولتين؟ انا اللي عملته دلوقتي ان انا خدت التايب بيز, هي ملهاش غير دخله واحده جوه الكراون بعد ما اتعمل له ميلينج, اتلزقت في مكانها بره شويه فينيشن كده وحفلطه بالجوت هير. طبعا يعني بعد ما زي بقولك يعني ما الواحد بقى ترين شويه على الفينيشنج والبولشنج. اللقطه دي انا عايز اقول لك اللقطه دي بالنسبه لي, قلت لهم بس سيبوني بقى اجرب بقى. اول مره هروح البيت, انا هروح كده خلاص. انا والله اول مره في حياتي انا بقول لك اجرب احط كراون بانجيجنج تايب بيس. بقى التايمنج هيدخل مظبوط ولا لا؟ واقول لك بصراحه كانت مفاجاه بالنسبه لي, يعني انا اتفاجئت. انا عايز اقول لك دماغي اتقلبت وبدات دماغي بقى تحسب الله ايه اللي ممكن نعمله بعد كده. الموضوع كان سهل جدا وسلس جدا, محتاجش غير ان انا خلعت السنه. انا بالنسبه لي كسيرجن حطيت الامبلنت وقعدت العين في الاستراحه بهيلين كولر, واللعب كله بقى الديزاينر سوفت وير, اكل سوفت وير وميلينج ماشين. وده هنا الشكل الليبيل. بعد كده مش هضحك عليك, طمعت يعني, انا اقول لك بصراحه بعد كده الواحد طمع شويه. قلت الله طب الموضوع دلوقتي ده على سنجل كراون بقى بالمنظر ده, طب امال لو انا هجيب اثنين دنتال امبلنت, يعني لو انا يعني قول سنجل كراون ممكن يكون فورجيفنج شويه, لو انا هجيب اثنين دنتال امبلنت هشتغل ازاي؟ انا بحكي لكم صراحه يعني الواحد خد الليرنينج كيرف ازاي يعني والاكسبيرينس بتاعته. دي كيس العيان عنده يعني تروما جامده جدا, اوجمنتيشن وفيلد قبل كده, حاجات زي كده كتير. جاي انا عايز اعمل ايميديت امبلنت فيرتيكال ريزولوشن, انا عايز ايميديت امبلنت بيشنت يعني, وهو يعني كله طموحه هو عايز سنان. البيشنت هو بيتكلم يعني واحنا بنعمل اسسمنت ليه, يعني الليب لاين بتاعه يعني هاي ليب لاين, السمايل لاين بتاعه ما بيكشفش قوي السيرفايكال مارج بتاع السنان. فبالنسبه لي كان بالنسبه لي ما فيش مشكله ان اعمل بروستاتيك جينجيفال كومبوننت. دخلنا طبعا دي يعني تسلم ايدي يعني معايا في العياده محمد الضماطي, يعني دي كلها ايد محمد الضماطي ربنا يديله الصحه. دريلينج عمل دريلينج الاول, بعد كده دريلينج الثاني. خليني هنا هقول لكم شو تريك وقعت فيها هنا. الامبلانت انسيشن الامبلانت محطوطه بوزيشن باص شويه دايركتلي باليتال, الاثنين سكان بادي حطيناهم خيطنا عليهم ودخلنا نعمل الايه السكاننج. خليني بقول لك هنا مشكله يا بني, السكاننج ده انا قعدت اخده في ساعه ونص عشان بس اقول لك الحقيقه, ساعه ونص عشان احاول اعمل السكاننج ده.
وطبعا انا عندي ريفرنس لما باجي في الحاجات دي، وهو بصراحه يعني الاسطوره بتاعنا عمرو حسني، يعني الواحد بيرجع له في الحاجات دي. يا عم الحقنا يا دكتور عمرو، بيني وبينك بقى ودماغي ودت وجابت. انا شغال بسكانر ميديت، يعني عشان اقول لك بصراحه، هل السكانر مش مظبوطه؟ السكانر مش اكيوريت؟ طب يا جماعه بقى نبتدي ننفست ونفكر نجيب سكانر من 700 و800 الف جنيه تريس 4 ولا ايه الحكايه بالظبط؟ فلقيت عمرو حسني بيقول لي، بقول لك ايه، هحط تيفلون وانت بتعمل السكاننج. ده فيديو ديزاين. طبعا احنا خدنا الاسكان في الاخر طبعا بعد خناقه يعني، بس طبعا انا بفكر بشكل واقعي. انا حطيت الامبلانس، انا المفروض بقى مستني ان قاعد العيان بهيلينج كولر بره في العياده، ونقعد بقى ايه يعني نتنطط بقى ان احنا يعني ما بنعملوش اي حاجه، وانه هيستلم التركيبه بتاعته في يوم ويروح. ده اللي في دماغي. الديزايننج شغال، ده الديزاين. عايز اقول لك حاجه، الديزايننج يا جماعه مليان تريكس كتيره جدا، وفي ميستيكس في الكيس هنا يعني حصلت، وانا يعني افويدد الميستيكس دي بعد كده. هي الميزه اللي بقول لك، ان لما بيبقى معاك مجموعه من الشباب وناس كلها يعني عايز سوري في اللفظ جعانه جعانه، عايزه تتعلم، عايزه تشتغل، عايزين تشتغل صح، الناس بتساعدك. وانت لو هبطت شويه في السكه بتلاقي واحد منهم بيفوقك ويفوقك لنفسك، وانت طول صح. الوقت محافظ على معنويات الناس اللي حواليك، لازم دايما، لا لازم دايما تسبورت، ودايما يعني لا لازم تخلي بالك من الاصغر منك في السن طبعا يعني، لكن مقام هم مقامهم عالي بالنسبه لي يعني. هنا الديزاين زي ما احنا شايفين، الامبلانت بوزيشن هنا بالرغم ان في واحد فيهم جاي في سوكت بتاع لاترال، وان انا محطط اتنين امبلانتس لاترالز، انما انا بشايف ان الامبلانت بوزيشن الحقيقه كان محتاج حرفنه اكتر شويه. في حاجه الامبلانت هنا بارل لبعض ورايحه بالاتال، انما الحقيقه يا جماعه حاجه احنا بنتوه عنها دايما يا جماعه، واحنا بنحط الامبلانتس المفروض ربنا خلق السنان، والسنان كلها الروتس رايحه اتجاهها ناحيه يعني سوري الفيرتكس سنتر بتاع الكرينيوم. لازم الابيكس بتاعه الامبلانت تكون رايحه سنه تلتد ميزيلي وبصه ناحيه الفيرتكس، لان هنا الاكسس بتاع السكرو شانل جاي ما بين البابيلي بتاع السنان. اي نعم البيشنت انا كده ولا كده عامل حسابي ان هو هيعمل هيعمل يعني البروسيس بتاعته فيها جزء بروستيك كومبوننت، انما برضو دي حاجه نخلي بالنا منها بعدين احنا بنحط الامبلانتس. اللي فوق ده فيديو النستنج، اللي تحت ده فيديو الميلينج، هنا الديزاين وهنا التركيبه. انا عايز اقول حاجه مهمه، الميلينج ماشينز ات شود بي كاليبريتد، يعني مش اي معمل عنده ميلينج ماشين يبقى حضرتك تبعت له وانت مغمض ان الميلينج ماشين مظبوط. المفروض انك انت، انا هفترض ان انا النهارده، انا مثلا انا النهارده شركه من الشركات وقررت ان انا عايز ريفرس انجينير السيستم بتاعي، فرضا ان الشركه موفره اللايبرري بتبعتها لي، انا عندي مشكله في الحصول على اللايبرري، وانا قررت ان انا النهارده انا شركه من الشركات في مصر وعايز اعمل ريفرس انجينيرنج للسيستم بتاعي. هترسم السيستم بتاعك، لازم حد اللاب اللي انت بتتعامل معاه حد كده يقعد ويعمل كاليبريشن للماشين، كاليبريشن للبيرز اللي بتخرج، ويبتدي يشوف النهارده لو عملت السمنت جاب 30 مايكرون او 70 مايكرون، هل النهارده هيجي الفيتنج اللي انا عايزه ولا لا؟ تمام. ثانيه. هنا وقت السمنتيشن. طبعا احنا بعد كده عملنا بابيلي هنا حمراء بفيزيو لاين على التركيبه، ما عملناهاش في يوم نفس اليوم بصراحه. هنا الانالوجز راكبه على التايب بيزز وبتتلزق دايركت على طول في مكانها. الصوره دي انا عايز اقول غلطه بقى. هنا لو خدنا بالنا الاثنين تايب بيز انجيجنج. انا قبل ما اشتغل قعدت اقرا كده في الكتاب اللي عرضته في اول محاضره خالص بتاع توماس لينكنفيتش، والراجل كاتب سيكشن يا جماعه عن التايب بيزز وازاي تتعامل معاها وتلزق عليها ازاي، لان في ناس بتقول يا جماعه ان احنا لازم نعملها ساند بلاستنج ودي سكول. الراجل يا جماعه بيجزم وبيقول يا جماعه ما حدش يعمل ساند بلاستنج للتايب بيزز، انت بتاثر على الاكيرس بتاعتها والحقيقه ما بتزودش. الاهم ان لو انت بتلزق بزركونيوم او ماتيريال، الانهانسمنت اللي بتعمله في الماتيريال نفسها اللي هتلزقها هتعملها ساند بلاستنج 110 مايكرون، ونوع السيمنت اللي انت بتستخدمه. انا كان عندي مشكله في السيتنج بتاع الحاله دي، ودماغي قعدت تودي وديب وانا شغال هي مظبوطه ولا لا. بعد كده لما قعدت اراجع الحاله طبعا بشويه ضغط ومانيبيليشن هي تكت ونزلت في مكانها مظبوط. وبصراحه ده ما حصلش غير لما انا رحت قاصص الهكسز اللي موجوده في التايب بيزز. انما لما رجعت بعد كده لو باصين في الصوره اللي على اليمين شايفين البوني مارجن اللي موجود ده يا جماعه، البوني مارجن كبير. كان معلق التركيبه انها تنزل، طبعا قالب الدنيا، حته حاجه تافهه جدا تقلب لك الدنيا في السيتنج. اوعى تنسى انك لو هتعمل مثلا، انت ناوي انك تغطي، اولا
البيرفكت بوزيشن لو بتعمل مالتيبل امبلانتس ان الامبلانتس كلها يا جماعه تكون على ليفل واحد، ده بيسهل البروسيس كتير. دايما خلي الحكايه دي في الاعتبار، لو داخل تشتغل فول ارش والفول ارش بتاعتك ديت اعمل بلاتوينج للارش، لو انت عندك عالي وواطي في الارش اعمل بلاتوينج وحط الامبلانتس على ليفلز متساويه. الحاجه الثانيه لو شايف ان في، لو انت ناوي تعمل حاجه زي اللي انا بعملها دي، طبعا انت لو في سكند ستيج هتحط هيلينج كولرز لحد ما توصل لهيلينج كولر بدايامتر معين، انا بفضل ان يكون 5 فيما فوق، هتعمل موديوليشن للسوفت مانيبيوليشن للسوفت تيشو مظبوط، هيسهل السيتنج بتاع الامبلانتس. في جمله عمرو قالها ان يا جماعه حاجه صعبه جدا او شبه مستحيله انك تشتغل فول ارش سكروتيند على بون ليفل امبلانت، انا بختلف معاه في الحكايه دي. لا انت ممكن تحصل على ده لو عملت بروبر بوزيشنج للامبلانت بلاننج كويس، انت ممكن تعمل بون ليفل سكروتيند امبلانت عادي جدا، مفيش مشكله. طبعا انا بعد ما عملت المانيبيليشن وعملت التايب بيزز وحطيت البروسيسز، قعدت طبعا صورت اتنين بريبكل عشان اتاكد ان التايب بيز سيتد في مكانها، ولقيتها سيتد في مكانها، والموضوع كان مشجعني جدا. الكيس دي لسه مصطفى شاهين عملتها انا وهو، والكيس دي قلنا لا بقى احنا نشتغل صح ومظبوط وهنحط اتنين امبلانت وهنعمل السكاننج بتاعنا ونشوف اذا كنا الموضوع هيبقى مظبوط ولا لا. بس من الاول خالص قررنا حاجه بقى، ان انا احط من الاول تايب بيز انجيجنج وتايب بيز نون انجيجنج واشوف الموضوع هينزل معايا باسيف مظبوط ولا لا. عملنا الاكستراكشن بتاعنا للروتس، حطينا الامبلانتس. طبعا عمرو حسني كان غششني التريك بتاعت السكاننج، يا عم حط الطفل وانت بتسكان. انا عايز اقول لك السكاننج ما خدش نص دقيقه، يعني نص دقيقه السكاننج كان خلصان. طب يا دكتور مصطفى وانت بتعمل الديزاين بتاعك، هل النهارده وجود الطفل على السكان بودي ده يصعب شويه عمليه الامرجنس؟ الحقيقه خالص هو المارجن كان هنا، طبعا هنا الهيلينج كولرز والبيشنت مستني في الاستراحه، وهنا ادي السكان بادي. هو دلوقتي مصطفى بيختار اللايبرري وبياخد السكان بادي من اللايبرري يعمل له سوبر امبوزيشن على الفيرتشوال سكان بادي. اللون ده دوت معناه ان السكان بادي مظبوط. الديزاين الكراونز، خليني اول حاجه بقى بصراحه لازم نكون فاهمين ديزايننج، انك تكون فاهم هتديزاين الكراونز بتاعتك ازاي. انما مش بالضروره تكون انت التريند انك تعمل حاجه زي كده، انت لازم تكون تريند على الديزايننج، تكون عارف ازاي تشتغل، فاهم الدنيا ايه، لكن مش لازم انت اللي تعمل الكلام ده، لان الحقيقه ده شيء مش عملي. يعني انا النهارده لو انا بشتغل في حياتي، انا راجل سيرجن النهارده، انا النهارده لو قعدتني اعمل الديزاين ده انا هعمله في 4 ساعات، انما لو واحد تريند هيعمله في 5 دقايق. ومش لازم بقى واتيفر السوفت وير والخناقه بتاعه السوفت ويرز وكراكد ومش كراكد، وانا ضد ان السوفت ويرز تكون كراكد انا بصراحه يعني، بس واتيفر اللي هيشتغل يشتغل ايه. انت قاعد النهارده في اللابس، النهارده كلها واللابس الشاطره كلها بتوفر السيرفيس دي. في لابس النهارده بتوفر السيرفيس ان يجي لك لحد العياده السكانر، وحضرتك بيجي لك حتى حد هو تريند انه يعمل لو انت عايز تتعلم. انا فاكر احمد البراشي مره في الحالات كنت انا وهو يعني بنتعلم مع بعض تركيبات، يعني انا فاكر كنا بنبعت لدي دي ايه، يعني انا فاكر وقال لي يا عم ما نتعلم معاه ايه المشكله، وكان دي ايه يطلب حاجات واحمد البراشي يشتري ونبعت ونقعد نبص على الخطوات. ف انت النهارده انت ممكن يجي لك النهارده اللاب، انت بتتعلم مع اللاب، يعني انت بتتعلم منه كانه من كلام. كلام مظبوط، كلام مظبوط صح. هنا البريدج بعد ما اتخرط، خلي بالكم ركزوا معايا هنا، بصوا كده الجزء بتاع الامرجنس طويل ازاي، السنترال وبتاع الكناين. طبعا هنا حصل المستيك اللذيذ اللي احنا جايين ومعانا 2 امبلانت، والامبلانت عشان تجيب استابيليتي غطست مننا جامد قوي. وطبعا لو كان معانا دايامتر اوسع سنه الموضوع كان بقى اسهل، انا كنت قلقان من البروسيس انها تنزل. في مستيك في الديزاين هنا انا بصراحه علقت عليه بعد كده، الامبريجرز يا جماعه دايما اللي بيعمل ديزاين يفتحها، ما تسيبش الامبريجرز مقفوله كده، انت كده بتقفل على البابيلا انها تجرو، وخسرت ميزه الديجيتال، خسرت ميزه انك انت قاعد بتعمل البريدج زي ما انت عايز. لو انتوا خدت بالكم هنا الديزاين، شايفين السلوت اللي موجود في الفيتنج سيرفيس بتاع الكراون دوت، ده بيطلع في الميلينج ماشين بتجيبه، والتايب بيز بتدخل في مكانها مظبوط. لو خدنا بالنا التايب بيز هنا، ادي واحده انجيجنج واحده نون انجيجنج، والحقيقه الموضوع بالنسبه لي كان سحر مش هضحك عليك. نزلت وبدون اي انترفيرنس. نسكت على كده مش هضحك عليك، جالي محمد الضماطي معايا في العياده وقال لي بقول لك ايه بقى، احنا هنعمل حاله 4 امبلانت مره واحده. قلت له يا عم احنا عملنا واحده وعملنا 2، الاربعه ممكن الموضوع يبقى صعب. انا
نفس الحكايه الاتروماتيك اكستراكشن، حطينا الامبلانس طبعا احنا يعني جزارين شويه، حطينا امبلانس في كذا كوادرنت، ادي السكان بوديز في مكانها، ادي فيديو للسكاننج. طبعا هتلاقينا طبعا حاطين تفلون، يعني من هنا ورايح هتشتغل اميديت سكاننج لازم تحط تفلون، عمرك ما هتعرف تحصل على السكاننج. انا بقول خبرتي يعني لحد عنده يعني الساعتين ونص بتوع المحاضره لو طلعنا في حته التفلون دي بس فهي كافيه بيها. عمرو حسني انا بقول لك حبيبنا عمرو حسني، الواحد يقعد جنبه كده ويغش منه كلام يعني. يعني انا عايز اقول لك المعلومه دي رماها حلو، تركيا قلبت الدنيا. انا عايز اقول لك تركيا فرقت 400,000 جنيه يعني. هي فرقت تمام كواليتي سكانر، وانك انت خلاص بتفكر في سكانر تانية. تمام انا النهارده بتست السكانر النهارده بعد ما اعمل سكاننج الاربعه مع بعض في نفس الوقت، الموضوع هيكون اكيرت ولا لا؟ وانا معود نفسي على حاجه، انا مش هشتغل كله نون انجيجنج. ولو ان الناس بتقول لك لو بتشتغل اكتر من امبلانت وعايز تعمل سكرو تيند تمبرايزيشن او فاينل بروسيس مسموح لك انك كلهم يبقوا نون انجيجنج، انا صراحه بتشك يعني بعمل تشالنج لنفسي. طب لو انا حطيت واحده انجيجنج مع الباقي نون انجيجنج، طبعا لو واحده انجيجنج والباقي نون انجيجنج، الحقيقه في ماتيريال زي لو انت بتخلط من بلوكات كومبوزيت او بلوكات زي الاسيتال، الماتيريال رخمه شويه، مش هيبقى فيها الريزيلينسي. والبي ام اي لو البي ام اي هو اللي فيه حته الريزيلينسي دي شويه وممكن ينزل معاك في مكانه كويس. انما انا بتست الباسيفيتي والاكيرسي بتاعت البلاننج، ده اللي يهمني انا عايز اشوف لو انا عملت سكاننج لاربع امبلانس مره واحده، عملت تمبرايزيشن لاربع للبريدج بالسيجمنت دي مره واحده، الموضوع هيبقى بريدكتبل ولا مش بريدكتبل؟ هل ده حاجه اعملها بشكل يبقى ده الطبيعي بتاعي ولا لا؟ يعني بلاش. هنا الديزاين بعد ما خلص، هنا الميلينج، هنا دي التايب بيزز بالانالوجز، البريدج بعد ما اتعمل له ميلينج. الحقيقه الماتيريالز الكومبوزيت ماتيريالز والبوليمر ماتيريالز بتدي استاتكس يا جماعه جميله جدا 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 جدا. وهنا البريدج وهنا السيتنج واكيرسي وباسيفيتي تماما وهي نازله، والديجيتال بلاننج اكيرت 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 اكيرت. اخيرا بقى، ودي يعني دي يعني الماستر بيس كيس بالنسبه لنا، يعني دي كيس من الكيسز يعني وقت ما الواحد كان جزار شويه. انا ودكتور احمد عبد الله ولسه عاملها بوستنج على النت، بيشنت اجريسيف بريزنتايتس، خلعنا كل السنان، استنينا كام يوم علشان يحصل كاريتينايزيشن، الكوم بيم مبينه الدنيا الكربوني وايز سيئه جدا. قررنا ان احنا نعمل اوجمنتيشن هنا 3D printing للماكزيلا والماندبل. احمد عبد الله طبعا والبريبريشن، يعني انا عايز اقول لك يعني جايب لي الاوتو تاك هولدر عشان يعني واحنا بنعمل جايد بون جنريشن ما نتعبش في الدق يعني. فلاب اليفيشن سوفت تيشو، انا مش عايز يعني اتعب الناس في يعني مش ده الامبلانتولوجي يا جماعه، بقول لكم صراحه عشان الناس بس ما تفتكرش ان الميجور جرافتنجز ان ده الامبلانتولوجي، انا بقول لكم مش ده الامبلانتولوجي. الامبلانتولوجي انا بيتهيالي الجزء اللي فات، وعشان كده انا صممت اتكلم عن الايميديت زي ما شالش قال. يعني الناس فاكره انها لازم تكون جراحه، يعني انا زمايلي السيرجنز هي ممكن يزعلوا، لكن الجزء الثاني يا جماعه اهميته كبيره جدا جدا جدا. الميجور جرافتنج قليل جدا ما هتقابله، انت ممكن تمانج حالات كتيره جدا 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 بماينيوت جرافتنج وبتكنيك سهله جدا. عملنا هارد بالاوتو روتري تشيب ميكر، انا ما بشتغلش غير بيها بصراحه، وجربت حاجات تانية يعني جربت حاجات تانية. السليف دي بتبقى ميتال مش زي البلاستيك سليفز، قصه تانية خالص. جيل فوم 50-50 الميكس، حطينا برضه واحده من السيريز اللي كنا بنقارن فيها البي تي اف اي ميمبرينز فيرسس الكولاجين ميمبرينز. البانوراما بعد الجرافتنج، النتيجه هنا بعد الاوجمنتيشن. شايف حته الدهيسنس الصغيره اللي على الميمبرين دي على البي تي اف اي ميمبرين؟ انا عايز اقول لك دي تبوظ النتائج تماما تحت البي تي اف اي. السمول ديسز ده الحته الصغيره دي طبعا وقت الاكسبوجر، يعني احنا من ما احنا كنا متضايقين من الكواليتي البون اللي لقينا تحت البي تي في، احنا ساعتها يعني ما اهتمناش قوي بالتصوير. يعني هنا ده وقت الاكسبوجر، انا هنا بفكر الناس مش ده العادي بتاع البي تي في يا جماعه. البي تي في لو حد شاطر بيشتغل بيه يطلع ريزلتس جميله جدا. يعني ده دكتور شريف حجازي، هو طبعا حصل له صدمه في الاول من البي تي في، وبعد فتره لما بقينا شاطرين في استخدامه وبدانا نشوف نتائج جميله بدانا نستعمل. ودي كيس ثانيه بفكر الناس ان لا هو مش وحش، لكن هو مش بتاع اي حد. ده رايي انا. البي تي في ميمبرينز اتنيدز واحد على السوفت تيشو مانيبيليشن.
راديوجرافيك ستنت، حطينا الامبلانتس ان بودي باليتال بوزيشن وبنحاول ننجيج البيزل بون. هنا انا حطيت الامبلانتس، دي كان اول ديزاينز احنا كنا عاملينها، كنا بنقلد بصراحه يعني، كنا بنحاول نقلد الديزاين بتاع التي اس في وبعد كده عدلنا عليه. خيطنا بالبي تي في سوتشرز. اند باي ذا واي، انا عارف ناس كتير جدا فاكره ان البي تي في سوتشرز از ذا بيست سوتشر ماتيريال، انا ما بحبهاش، هي ستريتشي قوي في ايديا. انا بحب سوتشر ماتيريال تانية، وهي طبعا احنا اغلبنا بنستخدم نايلون على الجرافتنج، طبعا العادي فايكريل طالما انت مش قلقان على جرافتنج، انما انا بحب النايلون، بس مشكلتي نايلون قليل. النايلون هاندلنج سهل جدا جدا جدا، مش اريتيتنج للبيشنتس، بس لو عرفت تجيبه. عملنا ايبيكال بوزيشننج فلاب، كان المفروض اعمل فري جينجر جراب، العيان كان خلصان مننا. بعد الهيلينج بتاع الابيكال بوزيشننج جرافت، 8 سكان بادي، وقررت ان احنا نعمل سكاننج ونعمل تيمبرايزيشن. الاول انا ما بعملش ابدا فاينل بروسيسس راو ميتاليك، ابدا ابدا ابدا. يعني فاينل بروسيسس راو ميتاليك انا عمري ما بعملها، ومش هضحك عليكم، وانا شايف ان المستقبل كله للبوليمر ماتيريالز، اسيتال، فايبر جلاس، رينفورسد بلوكس، دي يا جماعه عاملين حالات وبقى لها سنتين وسنتين وشويه، مفيش اي مشاكل ريجاردنج الاسترينث. الحالات دي فور جيفنج، بتقبل الكوركشن. انا اجينست الزيركونيوم فول ارشز، واللي عايز يشتغل زيركونيوم فول ارشز او رينفو او مضطر انه يشتغل رينفورسد فول ارشز، سيجمنتال ريدج، اعمله سيجمنتيشن، ما تعملش بلوك واحده. الزيركونيوم الفول ارشز بيتكسر بيكسر يعني. طبعا تخيل بقى بيشنت وانت كله بتقول يلا هعمل لك بريد زيركونيوم وهندفع كذا في الزيركونيوم وهندفع قد كده، بيمسك في رقبتك بعدين يعني. صحيح. الديزاين، انا ديزاين الفول ارش طبعا. هنا طبعا انت بتعمل سوبر امبوزيشن لواحده واحده، وبتقول يا رب بقى يعني ربنا يستر، لان واحده من دول لو خلفت في الديجيتال بلاننج تقلب لك الدنيا. صح. هقول لك بصراحه، من سنه لما كنا في امريكا في الاكاديمي فوس انتجريشن، كنت بحضر المحاضرات. انا كان محمد منير بيحب يحضر قوي جزء السيرجيكال بروتوكول، انا ومصطفى شاهين مسكنا البروستاتيك فيز اللي هو البروستاتيك تراك ما سبناهوش، وحضرنا محاضره لجيرمان جالوتشي، ما اعرفش يعني ممكن الناس تسمع عنه. جيرمان جالوتشي ده يا جماعه اللي ماسك بروجرام البروسيسز في هارفارد، بروجرام الامبلانت. جيرمان جالوتشي وقف في المحاضره كده وهو كل كلامه يا جماعه، انا بقالي 10 سنين ما مدتش ايدي على 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 امبريشن ماتيريال. طبعا انا خرجت من المحاضره انا بقول الراجل ده بيهيس، والراجل ده بينصب علينا ومش عارف ايه وبتاع. دخلت رحت سالته، يعني انا باكد معاه في السؤال فعلا، قال لي اسال اي حد من اللي بيشتغلوا معايا. انا وانا عامله فولوينج بصراحه، انا عمري ما بقالي 10 سنين ما باخدش امبريشن ابدا بايدي، انا كل شغلي انترا اورال سكان. وقال لي انت يستحيل هتعمل فول ارش بروسيسز بشكل، او صعب جدا تعمل فول ارش سكروتين بون ليفل امبلانت بروسيسز الا لو اشتغلت ديجيتال. بيني وبينك والله دي حاجه كويسه. قلت تست الهايبوثيسز نفسها. عملنا ميلينج، ده البريدج. عملنا ميلينج للبريدج طبعا. هنا ميلينج بقى، هنا ده من بي ام ام اي، ده معمل حريف شويه، معمل دكتور محمد زايد، معمل تقريبا اسمه اكس كاليبر، معاه تكنيشن مسك الفيزيو لاين ومسك الكومبوزيت وعمل ليري خفيفه كده. انا عايز اقول لك البريدج ده هو كتكنيشن هو عمله 45 دقيقه تقريبا. احنا مراقب، احنا كنا بنقعد احنا كدكاتره اوقات، انا فاكر مريم روجدي، وكنا بنقعد احنا بايدينا نحاول نعمل الفيزيو لاين. انا اتفاجئت، الراجل فنان يعني، في موهبه يعني. واحيانا الحاجات دي انا شايف انها تسوى ثمنها يعني، ومش عايز اقول ثمن اليونت، لان ثمن اليونت انا بالنسبه لي انا مش شايفه اكسبنسيف يعني، ما اعرفش بقى انا ينفع اقوله ولا ايه، بس يعني انا ينفع اقول احنا على الهوا احنا عندنا كورونا وكل حاجه، قول كل حاجه مش عايز تتخض يعني. تخيل اليونت دي ب 200 جنيه، تخيل بريدج ب 2000 جنيه ولا ب 2400 جنيه. طب اقول لك الرقم كويس، هو موفر، انا بقول بصراحه هو موفر سيرفيس السكاننج فور فري يعني، كمان هو شاب برضه، دي حاجه هايله جدا، انا متوقع له مستقبل رهيب. و بسم الله ما شاء الله. طبعا الناس اللي كانت بتقول ده المستقبل، ده مش المستقبل، هو احنا عايشينه خلاص، احنا عايشين الديجيتال، احنا كده عايشينه خلاص. عايز اوضح حاجه هنا في الاوكلوزال فيو دوت، واعذروني بقى المرايه مخربشه. بصوا هنا يا جماعه على السلوتس بتاعت التايب بيزز، ما اعرفش بقى هي باينه هنا ولا لا، باينه هنا اهو ان المين مين جايبها في البي ام ام اي. تمام، انا حطيت كله نون انجيجنج تايب بيز ما عدا واحده بس، هي الانجيجنج تايب بيز قدام، هي دي. طبعا بالنسبه لي دي لو نزلت باسيف، انا بالنسبه لي كده شكرا، كل اللي جاي بالنسبه لي كده صح وفعلا نزل باسيف.
ريزيدنت باسيف ما شاء الله. عايز اقول لك والله انا بقول لك الموضوع طبعا بقى اللي اشتغل سكيورتي انت عارف واللي عاش واللي عاش الحياه دي خد يعني الاساس الاول بكلوز تري وبعد ما بتاخد بالكلوز تري صب وبعد كده اعمل جيج وقطع الجيج ولحمه في بق العيان. لا احنا شغلانه احنا بنهرب منها دي شغلانه. ضيعنا وقت من عمرنا في الكلام ده. انا شايف ده يعني ضيعنا وقت رهيب جدا. عشان كده انا بقول لك جايه كل واحد فينا يبقى عنده انترا اور السكان بتاعته. اسم المعمل تاني دكتور محمد عاطف اكسكاليبر. اتمنى لو مصطفى شاهين بيتفرج او بحيري او حق او دكتور محمد زايد يعني يكتب اسم المعمل. الاثنين بصراحه بيوفروا سيرفيس محمد زايد ومحمد ايدي سيراكون واكسكاليبر تقريبا. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا ما سكتناش هنا الكيس عملنا بانوراما. انا عايز اشوف الباسيفيتي كله نازل ما شاء الله فول ارش 8 دنتال امبلانت فولي باسيف بسم الله ما شاء الله. انا بالنسبه لي ده كان الحلم. الحاله حلوه من اول الاوجمنتيشن لحد البلاننج يعني كل حاجه. انا عايز اقول لك حاجه يعني هقول لك حاجه. انا لما رجعت من يعني هما المؤتمر رحت سافرت الاسبوع الاسبوعين حضرت المحاضره بتاع جيرمان جالوتشي والله ربنا وحده اللي يعلم. انا رجعت عيادة الامبلانت اقسم بالله انا كناس ابوس ايد الناس. انا مش عايز غير يا جماعه انترا اورال سكانر في العياده. وكلمت شركات والله زي ما اقول لك كده انا ما اعرفش الدنيا هتعمل ازاي. انا مش عارف هتعمل ازاي. انما الراجل ده يا جماعه واحد ليه كريديبيليتي وبيقول انه بقاله 10 سنين ما بيمدش ايده على امبريشنز. هو فعلا احنا ممكن نقول كده. طب انا يعني وانا اظن ان الكلام ده خلاص اتوفر يعني 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 سون يعني في القصر العيني واللابس متوفر. هنا التركيبه العيان بيضحك طبعا عام يعني ما كناش عايزين نطلع وشه. وهنا الدول امبلنت السيستم. انا كده خلصت. انا في عندي حاجه ما اعرفش بقى اقولها ولا لا يعني حاجه يا باشا اللي نفسك فيه حاجه. بص الكيس دي ان انت كنت بتقول يا جماعه حد يتكلم عن اللايف تشينجينج كيسز والحاجات اللي بتغير تفكيرنا. الكيس دي مش هضحك عليك انا طبعا انا رجعت انا سبت عياده الزراعه ورجعت شويه الماجزيلو فيشل لان جعان ماجزيلو فيشل جعان. انت تخيل يعني الواحد سايب الفيلد بتاعه والواحد نفسه بقى يرجع صح يرجع له تاني. هي مراحل في حياه الواحد. الكيس دي كانت بيشنت عندها بناين ليجن بس لوكالي اجريسيف بينبورج تيومر. بيني وبينك دماغ الامبلانتولوجي شويه اثرت عليا في حاجه اثرت عليا في الحسوكه اثرت عليا شويه ان احافظ على الكراتينايز ميكوزا وانا باكسبوز الفلاب بتاعي اني في الدبل لاين بعد ما اعمل ريموفال للليجن ان ابقى مينيمالي انفيزيف بدل ما اعمل فلاب عشان احط ايميديت امبلانت. انا النهارده عندي حالات ايميديت امبلانتس وانا فاتح فلاب انا مكسوف احطها انا مكسوف ان انا احطها انا عارف يعني انا بعتبر ده جريمه دلوقتي. انا قررت اكون مينيمالي انفيزيف في الكيس دي. الكيس ده السي تي بتاعتها دي الليجن هنا واضحه في السي تي. انا قررت اكون مينيمالي انفيزيف. مينيمالي انفيزيف ازاي؟ احنا عندنا الانفيزيف بتاعنا ان احنا نفتح اكسترا اورال ابروتش. يعني المينيمال انفيزيف هنا ان انا اعمل ترانس اورال ابروتش انا اعمل انترا اورال فلاب. هنا طبعا لما خدنا التيومر مع الجميل الماجزيلو فيشال سيرجن الرائع دكتور محمد شوقي يعني اللي هيكون ليه مستقبل كبير جدا في الماجزيلو فيشال. وده واحد من الناس اللي انا بحاول احافظ عليه نفسيا من الظروف اللي فيها الماجزيلو فيشال سيرجري. انت لو سمعت شلش وهو بيتكلم عن الماجزيلو فيشال سيرجري قال لك احنا كلنا عايزين نشتغل يعني احنا بنحب الدنتال وبنشتغل في عيادتنا. انما الحقيقة احنا الفيلد بتاعنا ما بيجيلناش ريفيرال كتير يعني احنا اكل عيشنا برضو من الدنتال ومن الامبلانتولوجي عشان اكون واضح. ومش هقولك عليك حالات زي دي بقت لما بتجيلنا في عيادتنا حالات زي الريسكشنز وحاجات زي كده نهرب منها. الواحد بقى يحولها على قصر العيد يعني بتطلب منه مره فلوس ومره تانية اوجمنتيشن ومره ثالثه مش عارف ايه غير الريت اوف كومبليكيشن. بقيت بصراحه اخدهم على القصر العيني اسهل يعني واريح لي نفسيا وانا شغلهم. محمد شوقي عملنا ديزاين قررنا ان احنا هنعمل ايميديت تمبرايزيشن للبادي اوف ذا ماندبل ان نحافظ على الكونتور بتاع الوش. كنا زمان بنعمل الريسكشن نحط شريحه ريكونستراكشن بليت بري بنت على حاجه. اللي بدا الفيس دي واللي بدا الايرا دي انه يعمل ايميديت تمبرايزيشن بعد ما يعمل ريسكشن بديفايس في مصر محمد منير تعب جدا 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 اي ثينك انه عمل 13 حاله اتعلمنا فيه خد الليرنينج كيرف كله. الاول كنا بنعمل 3 دي برينتنج دلوقتي بقينا نعمل ميلينج للديفايسز بقى لينا اكسس على الميلينج ماشينز الكبيره. انا الفرق الوحيد اللي عملته في الكيس هنا ان انا عملت ديزاين لجايد علشان يثبت البروكسيمال سيجمنت والديستال سيجمنت وقت ما اعمل الريسكشن.
عملنا الديفايس بحيث انه يركب لا يتعارض مع الستنت اللي تثبت البروكسيمال سيجمنت والديستال سيجمنت اللي هو الماندبل بعد ما تعمل الريسكشن قدام الريمس والبادي او والسيمفيسيس قدام. هنا ده الديفايس بعد ما اتعمل. هنا الجايد انترا اوبرتيف الاوبريشن كلها معموله. انا زي ما بقول بالنسبه لنا ده المينيمال انفيزيف بتاعنا عشان ما حدش يعني ده المينيمال انفيزيف ترانس اورال ابروتش. انك تخرج بيشن زي ده من غير ما تمد ايدك في وشه او انك تعمل اي نوع من انواع الوندز اكسترا اورال ووند في وشه صدقني ده مكسب كبير جدا. واحنا لينا دكتور زميلنا الله يرحمه توفى في عمليه زي دي دكتور ادهم رؤوف الله يرحمه. هو كان عنده ليجن وتوفى واتعمل له الريسكشن بال انستموزس بفري جنجيفال جراب بفري فيبيلر كرافت توفى من كاروتيد بلو اوت بعد. فالحقيقه يعني الحاجات دي سهلت علينا. هنا الديفايس في مكانه هايلي اكوريت اتثبت والديفايس في مكانه. الخياطه بقى حته امبلانتولوجي انا عامل دبل لاين كلوجر وساعه بقى بخيط دبل لاين كلوجر عشان ما يحصلش ديسس. هنا الريسكتد بيس. هنا الهيلينج طبعا هنا مفيش اتاج ميكوزا عشان ما حدش في الامبلانت يتكلم عن اتاج ميكوزا. هنا كونسبت الاتاج ميكوزا راح خلاص خلاص احنا بنتكلم في حاله كومبرومايز خالص. دي على اليمين دي يا جماعه بيشنت اتعمل لها ريكونستراكشن بليت. هنا دي البيشنت بتاعتنا. تخيل ده المنظر ده المنظر لما بتعمل ريسكشن وريكونستراكشن بليت رفيعه او انك انك تـ انك ما تحطش حاجه الوش بيطبق. فكره انك بتعمل ايميديت تمبرايزيشن وانك انت بتبريزرف بتضحك. انا بحاول اقول للناس يا جماعه انتوا بتضحكوا على الجسم احنا بنضحك على الجسم. الايميديت تمبر داون الايميديت تمبر ديفايس انا بضحك على الجسم بضحك عليه وبقول له انت ما تخافش انت على وضعك لسه مكانك. ده الديفايس بعد ما تركب نفس الكونتور بتاع الماندبل الناحيه الثانيه بالظبط ميرور ايمج. وهنا البيشنت هنا البيشنت بعد فتره وهنا البيشنت وهي صدقني الضحكه دي انا ما قدرتش احصل عليها من يعني من 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 بيشنت معموله ريسكشن عادي بتتكلم عادي لايف شينجينج طبعا نفسيتك كويسه. الكيس دي بالنسبه لي انا ليه بعرضها. الكيس دي انا بالنسبه لي مغيره لي تفكيري. محمد منير تعب كتير جدا لحد ما وصل للبروتوكول الكذا. كملناه بالكيس دي مع محمد منير ومحمد شوي ان احنا نعمل immediate temporization للبادي في زماندبل. طبعا عارف انها حتة مجزله فيشل شوية بس انا عايز اوضح النهاردة ان فكرة التعويض الفوري الحاجات بتفرق كتير قوي 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 مع الجسم. انا كده خلصت والله محمد يعني مش عاوز اقول لك ان احنا بقالنا ساعتين ونص انا مغمضتش عيني يعني والعدد قدام مني مقلش. الناس قاعدة حاضرة ساعتين ونص بتسمع محاضرة جميلة جدا جدا وبتسمع كلينيكال اكسبيرينس وعلم. فرحتني والله فرحتني فعلا. يسلم ايديك ونتمنى نشوف التجربة بتاعت الصناعة بتاعتك تجربة رائدة وتجربة موجودة وكلنا بنشجعها يعني ان شاء الله تبقى موفقة وتتخطوا كل الصعاب اللي بتواجهكم وان شاء الله الدكاتره والطبيب من تحت ايدك والتكنولوجي اللي انت بتحطها في السوق ان شاء الله ترجع بالفضل ليك مره ثانيه. تسلم يا دكتور شكرا جدا. انا مبسوط جدا دكتور محمد مره ثانيه. اي نعم احنا بقالنا فتره طويله ما عملناش حاجه ايدوكيشن مع بعض بس انا مبسوط ان دي اول حاجه نعملها ايدوكيشن مع بعض. فخور انا فخور ان انا على المنصه بتاعتك ويعني وانا بشكرك جدا انك انت الموضوع بالنسبه لك It is not a business. انا عارف انا بقول ايه صحيح جزء بيزنس انما الحاجه والله ده من ذوقك وفضلك انت يا باشا. انت فرقت في الايديوكيشن في مصر في الامبلانتولوجي. انت جبت لنا مصر ناس كتيره جدا 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 الليفل اللي احنا محتاجين نتعلم منه واللي بدانا ناخد منه ونلقط منه وننفذ. فانا انا انا فخور ان انا على المنصه معك. نشوفك على خير يا دكتور محمد وتصبح على خير يعني 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 تقبل تحيات الجمهور بتاعك كله ودكاتره كتير جدا معانا بعتل لك. انا عارف ان انت مش شايف الكومنتات كان في اسئله كتيره جدا سامحونا ان احنا ما عرفناش نرد عليها بس لو دكتور محمد كان عندك وقت ممكن تتشرف طبعا ترد على الاسئله وشاكرين فضلك وتصبح على خير. ماشي يا باشا حبيبي الله يكرمك. تسلم يا دكتور محمد تسلم. السلام عليكم يا جماعه. السلام عليكم. مع السلامه. Massive.